اشتغل دلوقتي اشتغل في الزون ده. برجاء من الابواب. اسال يا جماعه في السماء. ما دخلش حد. اللي هيدي فلوس يدخل جوه وسط اللي بره يا جماعه. النظام القانوني لجمعية الأمنية. وسوف نبدأ الآن في عملية طرد اللجان الفرعية تمهيدا لإعلان النتيجة. مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم، مستمرين في هذه التغطيه الخاصه اللي بدات منذ 8:00 من صباح اليوم ومستمره ان شاء الله حتى منتصف الليل وربما نتجاوز هذا التوقيت كمان حسب متابعتنا وحسب الاحداث المتعلقه بالجمعيه العموميه غير العاديه للتصويت من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي على لائحه النظام الاساسي او اللائحه التنفيذيه في النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم تابعتوا معانا من لحظات تم الاعلان رسميا في النادي عن طريق القائمين على اللجنه او عن طريق المسؤولين في اللجنه المشرفه على هذه الجمعيه العموميه غير العاديه، اعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعيه العموميه غير العاديه، وبالفعل كمان بيعلن رسميا بدء عملية الفرز في اللجان الفرعية لتحديد النتيجة وأيضا تصويت أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي في هذا اليوم المهم جدا اللي بيبنى عليه إن شاء الله مستقبل النادي الأهلي في كافة الأنشطة وفي كافة المجالات، انطلاقا من الوقوف على هذه الأرض الصلبة اللي أخذت وقت كتير جدا لدراستها ولمناقشتها، وكان من أكبر الحوارات المجتمعية اللي تم إجراءها في مصر كان ما تم داخل أسرة النادي الأهلي البيت الكبير حول رأي الأعضاء والخبراء والمتخصصين والمحبين للنادي الأهلي للوصول إلى أفضل نتائج تتعلق بمستقبل النادي الأهلي ومستقبل لائحة النادي الأهلي اللي بتحدد العمل فيه والدستور الخاص بالنادي الأهلي المصري. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب أو هذه الفترة من فترات هذه التغطية على الهواء مباشرة أن أرحب بضيفنا الكريم الناقد الرياضي المعروف وأيضا رئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صبري. مساء الخير يا أستاذ محمود وأهلا بك، سعداء بوجود حضرتك معنا النهارده. من أين تود أن تبدأ الحديث؟ الموضوعات كتير قوي والأفكار كتير قوي وكلها بتتوارد إلى الأذهان وأنا ببدأ الحوار مع حضرتك، بس حضرتك حابب أول كلمة توجهها للمشاهدين إيه؟ الهتاف بتاع اعضاء الجمعيه العموميه. هتاف اعضاء الجمعيه العموميه. الهتاف باسم النادي الاهلي. ده باسم النادي الاهلي. هل شايف انه في مفارقه خاصه جدا وجود هذا الحشد من الاعضاء وهذا الحب الجارف للنادي وللكيان الكبير والحرص على التواجد وابداء الراي وصناعه يعني مستقبل النادي الاهلي وصناعه القرار في النادي الاهلي والالتفاف حول المسؤولين ومجلس الاداره انه جاي في توقيت بيعكس يعني حجم الهجوم او بيعكس حب الناس اللي بيرفض تماما ويستنكر تماما حجم الهجوم اللي شفناه والانتقادات غير الموضوعيه اللي شفناها في الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي؟ لا حجم يعني في حمله شرسه. في حمله شرسه رغم ان انا ما بحبش مساله المدبره والمؤامره كمقدام المؤامرات والحواديت اللي بتتقال، لكن في حمله ويتم التخطيط لها بذكاء شديد وكان من احد اهدافها هو في شارك الجمعيه العموميه النهارده. لكن اعضاء النادي الاهلي دايما بيبقى لهم راي في اللحظات الحاسمه للاهلي على مدار تاريخه، وجمهوره نفس الشيء على نفس المنوال، ما هو اعضائه هم جمهوره، وده يمتلك والاهلي يمتلك اكبر جمعيه عموميه في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط عشان الناس اللي زعلانين يعني. النهارده بعد كل اللي اتعمل وكل التنظيم
الهائل اللي على مدار لغايه 4 الصبح للتشويه والنيل من النادي بشكل او باخر. اعضاء الاهلي بيردوا انه الاهلي ما بيقفش على مجلس اداره معين او رئيس مجلس اداره معين، مع كامل احترامي مجلس اداره بالكامل، الاهلي ده كيان، الاهلي ده جزء اساسي من الرياضه المصريه. الاهلي من المؤسسات اللي انت تقف قدامها احترام، يعني رغم ما يتعرضوا ده امر طبيعي جدا في ظل الظروف. احنا من بعد 2011 حتى هذه اللحظه ما زلنا بنعاني حاله من الانفلات الاخلاقي، بندفع ثمنها وسط صمت من الجميع، صمت اعلامي مريب. ليه؟ ايه سبب الصمت ده من وجهه نظرك؟ صمت ما حدش عارف ظاهر، يعني في عندنا مجموعه من الظواهر الصوتيه انتشرت بصوره مش مدركين خطوره الامر ده. انت هنا يعني انظر خارج الصوره، لما بتسافر بره تسمع خاصه في الدول العربيه لما بيقول لك احنا بنتفرج عشان نضحك، خلاص احنا بقينا ضحوك مش حاسين بخطوره الامر. ما ايه هو الهدف؟ هل كراهيه الاهلي توصل بهذا الامر؟ طب ما لو انت ماشي بتكره الاهلي وجهه جابه في الملعب. طب وليه يعني اقدر حاجه ليه تكره؟ لا ما ماشي، ما بص تستفيد بنجاح الاهلي تجربته. هو مين اللي بيتم النايل منه دايما؟ الناجح. والرساله كده واضحه، يعني واحد يطلع النهارده يقول لك ان بيبو خلاص مش عارف مين رد عليه النهارده، يعني ناس يعني كل هدفها ارضاء، يعني عاوز اقول ايه، رئيسهم، ارضاء مصالحهم على حساب مين؟ مش مدركين خطر تام انه الاهلي يمتلك اكبر جمهور، وجمهور الاهلي في ليه جمهور متواجد في كل مكان، واحنا بنمر بمرحله زي ما بنقول في الدوله، بنقول مرحله يا جماعه استطعنا ان احنا الروابط الامور تهدى وفي تعاون وعايزين نوصل لمصلحه البلد. لا هم لا تعنيهم مصلحه البلد، دول ما بتعنيهمش مصلحه البلد، لا تعنيهم مصالحهم الشخصيه. يعني ايه؟ دول تاريخهم معروف، يعني ما حد يجي يكلمني عن الشرف او النزاهه، لا انت ما بتتكلمش عن الشرف. طيب يعني في ناس انت تقف قدامها، لكن هل احد يقبل مثلا وبامانه شديده وكلنا متفقين على هذا، هل احد يقبل انه الجمهور سواء هنا او هنا ينال من اشخاص او من يعني ينال من اشخاص بس محدش يرفض؟ بص هناك رفض، رفض بات لهذا الكلام من جمهور الاهلي، من جمهور المنيا، ولكن هو ده جمهور الكوره، وجمهور الكوره انت لا تستطيع ان تتحكم فيه. لكن ادعاء بعض اصل ده سيناريو تام، وفلان قعد مع فلان وفلان معاش، او ان عندنا معلومات يقينيه. طب ما لو في ادله او براهين تجيب حد تقدم، لو انت تمتلك معلومات حقيقيه بانه تم الناس اللي تم الكلام عنه وناس محترمه جدا على فكره لا تقدم على هذا الشيء، ولا يمكن يفكروا، هيقعدوا يفكروا مليون مره، ما فيش مره ما حصلش انه يعني انه مسؤولين في الاهلي تبنوا لدى جماهيرهم ان هم يهاجموا حد مش في الصالح. حتى ردا على الكلام ده كان في حوار يعني خلال الايام اللي فاتت عن الجمعيه العموميه والاعداد لها في احدى الصحف او القنوات او وكالات الانباء، مش متذكر كان فين الحوار تحديدا، لكن كان مع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، وقال باستنكار شديد يا جماعه المنطق لا يقبل الكلام ده. قال ازاي احنا كمسؤولين في النادي الاهلي بندور على استقرار الامور وامتلاء المقاعد والاستادات والمدرجات بالجماهير عشان احنا محتاجين ده، واكبر مستفيد من شعبيته في الرياضه وفي الكوره المصريه النادي الاهلي، ازاي نبقى بنزكي اي اتجاه ممكن يضر التواجد الجماهيري او يعطله؟ يعني يا استاذ محمد انا بقول لك ايه، هو الهدف من ايه من الكلام ده، من الاشاعات دي؟ والمسؤولين من القائمين دول يعرفوا ذلك، هل يغيب عنهم اي تحرك من هذا الشأن؟ لا يمكن ان يغيب عنهم أكيد. ولو امتلكوا دليل ومستند في ادانه لاي مسؤول في النادي لن يتم التستر عليه. ومن يمتلك مستند على اي مسؤول في الاهلي انه يعني دفع الجمهور لارتكاب مثل هذه الافعال المرفوضه من داخل اداره النادي الاهلي، رغم ان طلع واحد يقول لك اصل ده مجلس اداره وجه شكر، وجه شكر فين البيان اللي وجه منه جمهور النادي المجلس الاداره الشكر للجمهور؟ ده شكر للجمهور نتيجه الالتزام ده في التعليمات الامن، ما حصلش ومؤازره الفريق ودعمه، ما حصلش. لكن مجلس الاداره باجماعه ومن غير مجلس رفض تام للمساس باي اشخاص، امر مش مقبول. كويس اذا انت قبلته من يقبل بهذا الامر على نفسه علينا نتقبله على الاخرين، واذا تقبلته على الاخرين عليك ان تتقبل على نفسك. هذا امر انا على المستوى الشخصي ارفض هذا الامر، لانه عانينا منه كتير وبنقول دايما يا اخواننا خلوا تشجيعك
الايجابي ازاي تحمس فرقتك. طيب انا باخد من كلامك يعني الناقد الرياضي الاستاذ محمود صبري اكد على نقطه بالغه الاهميه واحنا بنكررها ونركز عليها. يا جماعه اي شكر بيوجه من قيادات النادي من المسؤولين في مجلس الاداره هي تاكيدهم على احترامهم للجهد المبذول من الجماهير لدعم الجمهور ومؤازره الفريق، السعي نحو امتلاء المدرجات ووجود الجمهور في الفتره الجايه اللي هو جزء اصيل وجزء لا يتجزا من الاستثمار في الرياضه ونجاح منظومه الرياضه ماليا واقتصاديا. لا يمكن ان يشكر اي مسؤول في اي نادي في مصر وفي مقدمتهم الاهلي اي شخص على اي تجاوز او طبعا. اي سباب او اي اهانه لاي طبعا. شخص طبعا. مهما كانت الخلافات في الوسط الرياضي. امر اخر عايز اسال عنه الاستاذ محمود صبري لانه مهم نوصل لحضراتكم كمان الرساله دي، واعتقد انها يعني امر هنتفق عليه جميعا او غالبيه من يتابعنا الان ويحكم العقل والمنطق. محاوله تحميل الامور ما لا تحتمل، النادي الاهلي مواقفه الوطنيه، التزامه بالتعاون مع هيئات الدوله، التزامه بالضوابط والقوانين، امر لا خلاف عليه ومشهود له فيه بالكفاءه وبانه له السبق والرياده فيه على كل الانديه والمؤسسات الرياضيه المصريه. ليه البعض يحاول يوسع الامر ويدخلها في دايره انتوا مش خايفين على علاقتنا مع الدول الشقيقه، انتوا مش خايفين على علاقتنا العربيه؟ يا جماعه العلاقات العربيه والسياسه امر احنا بنحترمه جميعا، ونادي الاهلي مدرك ومؤمن وداعم لقضايا بلده، ونرجو نرجو نرجو عدم خلط السياسه بالرياضه. يا جماعه ده بنضر نفسنا كبلد، بنضر بالنار. ايه راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ اسمه اللعب بالنار يا استاذ محمد. استاذ محمد ايه هو الهدف عندما تجمع الصوره وتحطها قدامك؟ تلاحظ حاجة واحدة، هو النيل من الرموز والكيانات، هو القضاء على كيان مهم زي النادي الأهلي. إزاي أهدم الكيان ده وأعمل له مشكلة؟ إزاي أحاصره؟ وبقول اللي بيعملوا كده أنتوا واهمين، يعني أنتوا مخدوعين على ما يبدو، أنتوا مش عارفين قدر المكان. هذا المكان له رجال، مش مجلس الإدارة، له رجال يحبوه، بيظهروا في وقت الشدة وتفاجأ بيهم ما تعرفوش طلعوهم من فين. والله ما تعرفوا طلعوا من فين. ده مكان فيه حاجه، فيه ارتباط جامد جدا. النيل من الاهلي بيتم بصوره منظمه هذه الفتره، وبدات تتضح معالمها، وده شعر بيه الجمهور ورجل الشارع. طيب مين مطلوب؟ الاهلي يقفل ابوابه ويمشي يعني مثلا؟ الناس تبطل يعني مثلا؟ طب فرقه الكوره اللي هي رقم واحد في النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله والحمد لله فرقة بدأت تستعيد عافيتها تدريجيا رغم الظروف اللي وبتنافس في الدوري وبتتفوق في البطولة العربية والأفريقية. ماذا فعل مجلس الإدارة؟ بيحاول يعمل اللائحة بتاعته طبقا للوائح، طبقا للمنظومة، اللجنة الأولمبية، وعمل خط كل الخطوات اللي مشى عليها بينجز في تطوير وإنشاءات بدأ تدريجيا، ممكن يكون فيها تأخير شوية لكن كله ده انتظار لتعديل اللوائح. مرحلة هذا المجلس تسلم المهمة من مجلس سابق قدم عليه، والمجلس السابق تسلمها من مجلس، يعني عاوز اقول ايه؟ الاهلي لما تيجي تقرا التاريخ كويس جدا عباره عن حلقه، اي حد بيدخل داخل هذه الحلقه يبقى من ضمن التروس بتاعتها. في منظومه ماشيه موجود فيها، كان موجود فيها رحمه الله عليه، عاوزين نعدي من هنجيب من مش عاوزين ننسى حد بس خدها من الفريق مرتجي وانت وانزل او اطلع، ورحمه الله عليهم جميعا، وكابتن صالح وكابتن حسن حمد والمهندس محمود طاهر وادي الكابتن محمود الخطيب، كل دول بيأدوا، كل واحد فيهم بيأدي رسالته. لكن لما تيجي تشعر الآن ان هناك امر يدبر بذكاء ويخرج البعض بيقول لك انه الاهلي بيقود مؤامره، مش عارف الاهلي بيقود مؤامره على ده، الاهلي تشعر انه بيعيش فتره من الضعف، تشعر بتلمس كده الجماهير، انا لمسه كده من حجم الاهلي، عنده تشعر انه في ضعف اعلامي، مش فيش تواجد اعلامي للدفاع عن الموقف، في حاله من الصمت، في حاله من الصمت المريء، يعني في مش ناس مش عايز تتكلم. وهناك من تطاول وتجرأ ورأف نفسه وكانه لا يشعر انه يخاطب ملايين من الجماهير والمشجعين اللي بيحبوا المكان، فيبدا يلعبك اصله قله المشاغبه، اصله الجمهور ده مش ده جمهور الله، ده جمهور الله. امتى نبدا ننظر للامور بشكل احترافي وموضوعي يا استاذ محمود؟ ننظر لكل خلاف كما هو. النهارده في خلاف لما تبتعد المصالح يا ريس، لما زي ما حضرتك بتقول لما تبتعد المصالح، لما تبتعد المصالح وتعرف انك انت اللي بتقول كده قبل كده عملت لنا ازمه كارثه. اللي بتتكلم على علاقات السياسه والرياضه ما تنساش الجزائر واللي انت عملته في الجزائر. النهارده لو الاهلي حدثت اشكاليه في موقف لشركه راعيه،
شعرت بحساسية من أزمات حصلت أو مواقف حصلت فبتنسحب أو بتخالف تعاقدها. النادي الأهلي بيقدم أسانيده، الشركة دي بتقدم دفوعها وأسانيدها، بيبدأ خلاف قانوني رياضي حسب الأطر والقوانين. طبعا. لا يمكن أن نحمله ما لا يحتمل. علاقات مصر العربية، علاقات مصر السعودية صراحة فوق كل هذه الاعتبارات، هذه خلافات رياضية مالية أو إدارية في الوسط الرياضي والكروي المصري، ولها أطراف غير مصرية مشاركة معنا. لا تحملوا الأمور ما لا تحتمل يا جماعة، لأنه غلط خلط السياسة بكل شيء بهذا الشكل. ده وسط الأمور إن أنا هعمل خلاف أو أزمة مع دولة شقيقة زي السعودية أنا ألغي الرياضة. انا بقول لك صراحه ده نلغي الرياضه خالص، الغي الرياضه من منطق ان احنا كفانا خلافات، بدل ما الرياضه تقرب الشعوب هديك تعمل لي ازمه مع السعوديه ولا مع الامارات ولا مع سوريا ولا مع السودان. لا ده احنا نلغي الرياضه. وحضرتك ضربت اجمل وافضل مثال على الازمه اللي كانت حصلت بسبب تهور البعض وعدم ادراكه لطبيعه وعمق علاقات البلدين بين مصر والجزائر في يوم من الايام، فصنعوا من كره القدم أزمة يعني كانت هتؤدي إلى نتائج تضر علاقات البلدين فينا، وكان نتيجتها أزمة إيه؟ أزمة كبيرة. يعني لولا الزيارات المتبادلة صحيح والقيادة السياسية في البلدين احتوت الأزمة. دي نسيت على اللي عملته، ما هي متروكة خلاص، ما حدش بحاسبها، ما حدش حاسبها وخلاص، واستمرأت وتجاوزت إلى حد وصلنا إلى مرحلة من مراحل الخطر اللي احنا بنعيش دلوقتي. وبطالب القائمين على الدولة بمتابعة هؤلاء الأشخاص الذين تنمروا واصبحوا يهددون علاقات الشعوب بسبب مصالحهم هم اللي بيكلمونا عن المبادئ والقيم، وارادوا الان ان يدفعوا بالاهلي في هوه الازمه، ومجلس الاداره صامت لا يتكلم في حاله من حاله التهدئه والالتزام. وعلى فكره رغم لو مجلس الاداره لو تحدث، وده مش معتاد في الاهلي، واحنا عارفين الاهلي دائما ابدا على مدار تاريخه ومجالس ادارته وصولا الى المجلس الحالي بقياده الكابتن الخطيب دائما منضبطين، دائما عندهم قدره على الثبات الانفعالي وضبط النفس والتعامل بشكل يليق برقي وتاريخ وقيمة النادي الأهلي. لكن لو حصل انفعال من أحد المسؤولين في النادي ورد بعنف هينتقدونه رد ويقولوا تجاوز، لما بيردش بيقولوا انت ساكت ده دليل إدانة. طب يعني دايما في مبرر. بص هناك من ينتظر، هو ده كل اللي بيحصل ده ايه؟ بيرملك الطعم عشان انت ايه؟ تدخل في المشكلة، عشان انت تدخل في الموضوع في الخلاف ده. ما انا دلوقتي عاوز اجرك للدايرة بتاعتي، عاوز اصحابك للدايرة بتاعتي اللي انت شايفها، للبحر بتاعي اللي انا متمكن فيه، واخليك تعوم باللي انا عايزه وتعمل اللي انا عايزه. التزامك وصمتك وانت تسير على خطى ثابته. النادي الاهلي قرب باذن الله تعالى من الوصول من الفاينل باذن الله. مباراه صعبه اللي جايه مع الصيف، مباراه صعبه جدا طبعا. وبقول له جمهور الاهلي ما تدوش فرصه للمتربصين ان هم يضغطوا على الاداره، خاصة ان الماتش الجاي صعب، لابد يكون الهدف وتشجيع الفريق من المباراة ومساعدة النادي بشكل عام، ان كل الكيان بجماهيره بإدارته يركز على الامور الفنية. ليس في صالح النادي ولا في صالح حتى على المستوى الانساني ولا الاحترام ولا الدين ولا العلاقات ولا الاخلاق ان احنا ننال من اشخاص. انا لا اقبل هذا الامر على نفسي، ازاي اقبله على غيري؟ يعني عاوزين ندي درس للناس اللي بتحاول، يعني الاصطياد في الماء العكر، وجمهور الاهلي اكبر من كده. وحتى تواجد الجمهور والتفافه حول ناديه وفريقه ده اكبر رد على اي حد. ده الواضح. فعاوز اقول من غير اي تجاوز الماتش اللي جاي ازاي تساعدوا الفريق انه يقدر يعمل نتيجه تاهله للمباراه النهائيه. صحيح. فلما يقرب الاهلي من المباراه النهائيه تظهر بقى، نعمل لك بقى مرحله لا، فلازم يحط لك عراقيل، فلازم نضغط عليك، فلازم نشوش عليك، ونطلع بقى الاتهامات وهات، وكل واحد دلوقتي حسابه هيكون قدام ربنا وضميره، اذا كان يعني في ضمير بيتكلم معاه. هو مش شايف حاجه قدامه غير اللي هو التعليمات اللي هو بينفذها، هو مش شايف قدامه غير المصلحه اللي هو الهدف منها. لا يعني بعد بكره ايه اللي هيحصل، لا يعني علاقته بالناس، لا يعني علاقته بالاهلي ولا بجمهوره، المهم ان هو يحقق الهدف اللي هو طلب منه الان. يعني التعليمات والتوجيهات كده انتهت، لابد من النيل من الاهلي، لابد من هدم الاهلي، وهذا لن يحدث صراحه. هذا لن يحدث على الاطلاق يا استاذ محمد، على فكره يعني هذا لن يحدث اللي هو محاوله النيل من محاوله النيل من حضرتك متذكر الايفنتس او الاحداث الرئيسيه اللي كان بيتكلم فيها الكابتن الخطيب شخصيا في بدايه توليه المهمه مع مجلس الاداره الحالي،
كم مرة أشاد بالمجموعة الداعمة في هذه الفترة للنادي الأهلي؟ وكم مرة قال قد إيه هما محل تقدير؟ وكم مرة قال وكرر عبارة إن في الفترة اللي فاتت الشخصية دي قدمت دعم غير مسبوق للنادي الأهلي؟ قال المستشار تركي آل الشيخ قال دعم غير مسبوق في الثلاث شهور اللي فاتوا في تاريخ النادي الأهلي كله. يعني ده اعتراف بالمحبة والدعم والجميل وكل شيء. ليه الناس مش متفاهمه انه لما يحصل خلاف وجهات النظر ويبقى فيه طريقتين، النادي الاهلي بكيانه وادارته الرسميه شايفه ده، واحد اكبر الداعمين للنادي شايف الامور بصيغه تانية، انه قد يحصل اللي حوالين بقى اللي حوالين الراجل نفسه مش عاجبهم هذا الكلام، ومش عاجبهم ان تستمر العلاقه بهذا الشكل. وحدث خلاف وكان ممكن ينفض هذا الخلاف بنوع من الاحترام، واعتقد كان تم احتوائه في الفتره اللي فاتت وكان النادي الاهلي مش طرف في اي مشكله هناك. ايه اللي عاوز يثبت الولاء بقى؟ فننال من الاهلي وننال من الكيان والطعن فيه المستمر بصوره، واستمرأ البعض التزام الجانب مجلس اداره الاهلي وجمهوره بحاله من الالتزام، استمرأ البعض انه ده خلاص قبول الامر الواقع. لكن هناك وتيره بدأت ترتفع كان نتيجتها هم من تسببوا في ذلك، هم من تسببوا ومن ضغطوا في ذلك على ما حدث، وده كان مفاجأة، مفاجأة للجميع، لأنه كان قبل كده برضو في جمهور في مباريات برضو في الدوري ما حصلش، حتى يعني لو كانت قلة برضو لما كان بيبقى في مشكلة كان يبقى برضو في رأي. لكن هناك الأمر زاد عن الحد لما بدأت مسألة التجاوز ودخلنا في منافسات الدوري، وبدأ بدأ حاجة غريبة جدا، الأهلي يقارن بفريق عمره مثلا ما كملش 6 شهور، دي في جراءة يعني في ايه ده يعني في جراءة متناهية. يا سيدي دافع، يا سيدي نافس على البطولة، لكن لا تضع رأسك او قدمك في مكان انت لم تصل اليه الان، يعني قدامك مسافه حتى تحقق هذا الرصيد، عندما تحقق عليك ان تقارن نفسك، عندما تمتلك جمهور وتمتلك ارضيه وتمتلك شعبيه ورصيد من البطولات وتاريخنا. وام هو الهدف مناطحه الكبير؟ هذا هو الهدف. طيب كيف تتمنى ان يتعامل المسؤولون في النادي الاهلي مع ما يحدث؟ حضرتك بتطالبهم بالاستمرار في عمليه احداث استقرار في النادي، السير في كل الاتجاهات بشكل مستقر وبالتالي خطوات ناجحه زي ما احنا شايفين فريق الكوره وشايفين شغل مجلس الاداره وانعكاسه على الحضور الجماهيري او اعضاء النادي في الجمعيه العموميه. هل حضرتك مع الاصوات اللي بتطالبهم بالاستمرار على هذا النهج وعدم الانقياد لاي محاولات لجرهم لاي خلافات او خروج عما يليق بصوره النادي الاهلي، ولا حضرتك من انصار الرد بشكل حاد والدخول في مهاترات بقى اعلاميه؟ في الوقت الحالي العمل وبجد وباخلاص لانجاز الملفات، يعني حاله غلق يعني الاذن كده، يعني ما تنشغلش بالكلام ده كله، لا تنشغل، دع دع ما يتكلمون يتكلمون. انت لديك هدف، اولا لازم تحوط على فرقتك بقوه في الفتره دي، لازم تحافظ عليها معنويا وتشتغل على انه الهدف الاسمى بالنسبه للاهلي واللي هتسكت اللي انت شايفه ده كله باذن الله هو بطوله افريقيا. ومعنى فوز الاهلي ببطوله افريقيا مش في صالح الاهلي، ده في صالح الكره المصريه. يعني شوف احنا من 2013 ما فيش فريق مصري خد دوري ابطال افريقيا، رغم ان احنا وصلنا للفاينل العام الماضي وحدث ما حدث في المغرب من الحكم يعني بكاري جسام، وكانت مباراه واضحه وكان بامكان الفريق انه يحسمها هنا في القاهره في برج العرب، كان يسهل المهمه، واحتكمت الاتحاد الافريقي دلوقتي احنا ما اصبحناش فيه قوه زي الاول، يعني الصوت مكان، يعني احنا يعني مصر، يعني شوف انت كان عندك منصب دلوقتي ما فيش، يعني برضه دلوقتي ترتيب البيت من الداخل في اوضاع تانية مختلفه النهارده، في يد قويه للمغرب وفي يد قويه لتونس وفي يد دول شمال افريقيا. انت ما كنتش على المستوى، وانت اللي اديت الفرصه انه يحصل في المغرب نتيجه التعادل هنا 1-1. طيب السنه دي الفرقه قربت، ورغم ان الظروف اصعب من الموسم الماضي، لكن محتاجه دفع من الجمهور، وعليه ان يفضل الى ذلك ان مسانده الفريق هو الاهم، ان الفوز ببطوله افريقيا اهم من كل الكلام ده، ان كل الكلام ده الشهرين الجايين دول انا بكلمك الشهر اللي جاي ده كله ده عليه كل دفع دعم معنوي لمسانده. دي حاجه. الحاجه الثانيه
بدء الانشاءات داخل النادي. اعضاء النادي بيمتزوا برنامج عائلات الاهلي اللي تم طرحه خلال الانتخابات اللي فاتت، عاوزين نشوف الخطوات عمليه التطوير في كل الفروع. عمليه التطوير في كل الفروع ده ده ده, ده شيء مهم. انجزت النهارده بفضل الله تعالى جمعيتك العموميه واعضائك سندوك وقفوا معاك على قدر المستطاع. ابدا بقى الملف الثاني بقى ده بقى تبدا بقى خطوه خطوه. لا تنشغل بهذه الامور، لا تنشغل مطلقا، ولكن في نفس الوقت عليك ان يكون لديك من يتابع ويرصد اي تجاوزات يكون لها المسار الطبيعي اللي هو المسار القانوني. لا والدفاع طيب دائما ابدا عن حقوقك بالشكل القانوني وعدم الاستسلام قانونيا. لكن هننزلق، وده هو ده الكلام بقى الخطر بقى، والناس الاطراف الثانيه مش مدركه، الاطراف الثانيه مش مدركه ابعاده، انه لو حدث اي نوع ودخل الجمهور طرف، من سيتحمل العواقب؟ من سيكون من الجاني ومن المجني عليه؟ لو تعطل النشاط مره ثانيه. انا بقول لحضرتك اهو، انت هنا في محتاجين وقفه من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، يعني عليه ان يترك الامور يتم التمادي في هذا الامر. الدوله نفسها اكيد متابعه ورصده كل اللي بيحصل، الامر داخل على ازمه في غايه الخطوره، بيتم اللعب يعني بكره النار في علاقات مع دول تربطها علاقات يعني قويه جدا، علاقات الاشقاء لا يمكن الاستهانه بها بهذه الصوره. في كمان عداله، ازمه بعيده، عداله وموضوعيه المحيطين بنا في الوسط في الاعلام الرياضي، المسؤولين في بعض الانديه او الاتحادات، عندما ينزعج البعض من اي تجاوز في المدرجات من جمهور اي نادي فهذا مفهوم، وحضرتك قلت ان ده طبيعي ومنطقي، ولكن الم ينزعج احد عندما وصف المسؤولين في النادي الاهلي تم وصفهم بوصف غير لائق في حديث احد المسؤولين الشخصيات المصريه او العربيه اللي اتكلمت في الفتره اللي فاتت، استخدم مصطلح في تجاوز حق المسؤولين في النادي ده؟ من الاكثر غيره؟ الا يجب ان يكون كل المسؤولين في كل الانديه عندهم قدر من الغيره على النادي الاهلي، شان النادي الاهلي لما بيرفض الاساءه لكيان الانديه المصريه باي شكل، للاتحادات الرياضيه المصريه، ان احنا كلنا بنمثل قطاع او مجال اسمه مجال الرياضه في مصر في بلد واحد، طبعا يعني المفروض ان التجاوز مرفوض من كل الاطراف طرفا، لانه في الامر ده في اللحظه دي بيتم شخصنه الامور. ان هذا التجاوز نال شخص بعينه. وانا موافق على الاساءه، انا موافق على الاساءه فانا هسكت، هو مش مدرك انه بكره هو هيتم الاساءه ليه. ما انت اذا فرطت في الصغير ستفرط في الكبير، واذا قبلت بالتجاوز في وجودك عليك انك تقبل التجاوز في وجود ايه؟ التجاوز في حقك في وجود اخرين. فانت يا اما تاخد موقف يا اما ما تاخدش موقف. لكن هو بصفه عامه يا استاذ محمد، زي ما انا بكلمك بامانه شديده، احنا نعاني مرحله في منتهى الخطوره، وغالبيه الدول العربيه اللي بتتابع بتتفرج علينا، بتتفرج على الحاله اللي هي محتاجين طبعا، محتاجين نفهم نتيجه يعني الانفلات الاخلاقي اللي ما حدش قادر يوقفه. طب هات لي برنامج واحد فضائي على اي فضائيه بيهتم بالجانب الاخلاقي، يعني بيقدم رساله يوميه. هات لي برنامج بيطرح فكره ازاي نعيد هذا المجتمع، ها؟ نعيد المجتمع الاحترام اللي فيه. نقدم فكره. انت بتدفع نتيجه سنوات. هذه السنوات عندما حدثت يناير 2011 خرج اسوء ما فينا. وبندفع ثمنه حتى الان. على مستوى الكل. كيف نصلح منظومه الاعلام الرياضي ومجال العلاقات الرياضيه؟ لما تصلح يا استاذ محمد، عايزين نوصل لصوره افضل. مش منظومه الاعلام الرياضي بس، عندما تمنع الدخلاء على الاعلام، على كل واحد بطل كوره بقى مذيع مثلا، في جزء كبير في الغالبيه ما يستحقوش ان هم يقعدوا. مساله اذا بطل كوره يتحول لمذيع عشان شركات الراعي مثلا، جزء كبير منها من هذا الجزء، الا الناس اللي هي اصبحت الان معروف ولديها من الخبرات بالتعامل مع المواقف. لكن انا المساله عشان ارضي يعني ارضي الجمهور بتاعي، فبجيب اللي هيقول للجمهور ايه هو الرساله اللي انت هتقدمها من خلال خاصه البرامج الرياضيه، برامج في غايه الخطوره، لان مساله المتابعين اصبحوا كسر وفي اهتمام، واحنا عندنا حاله لما تيجي انت تفسرها كده وتبص عليها زي فقرات التحكيم مثلا، اخدك لحته كده، فقرات التحكيم في المباراه احد اسباب ازمه التحكيم هي فقره التحكيم. ليه حضرتك بتقول ليه بقى؟ اقول لك الكلام ده، انت بتقول اصل قضاه الملاعب
هل تستطيع حضرتك ان تنقض حكم القضاء؟ لا. تعلق عليه؟ لا طبعا. طيب لما تحترم دول اللي في الملعب يحترمهم. حضرتك تقصد لما الاعلام الرياضي يضرب مثال في احترام الحكام. احترام الحكام. لما تحترمه عشان ده ينعكس على اللاعبين. لكن انت خلاص اصبح لديك فرصه ان تتنال منهم. فاصبح امر جدا خلاص انا عرفت انه محمد الجندي خلاص ده بيميل مثلا للزمالك. خلاص عنده يعني ده اتجاهه خلاص. فانت خلاص وصلت للاعيب اللي نازل الملعب او للجمهور اللي هيروح يتفرج انه الحكم هو رايح متحامل عليه متحفظ. رايح متحامل عليه. طبعا ضف الى ذلك جمهور السوشيال ميديا. جمهور الراي العام، احنا اللي بيحكمنا الان هو اعلام الراي العام. وليس الاعلام يعني المحترف يعني الاعلام الطبيعي اللي هو يعني في رقيب عليه. لا اعلام الراي العام، اعلام الراي العام هو ما يتحكم ويحرك ويعمل له ألف حساب. وهو طيب ده الاقوى على فكره عشان اكون معك صادق. فانت لما تيجي تاخدني كده في حال اللي احنا بنعيشها دي، حال عاوزك تقول لي طب عايز فين البرامج فين ده؟ البرامج اللي طرحت فكره نعالج الازمه اللي احنا فيها؟ يعني نعيد التوازن، نعيد التوازن للمجتمع. تعيده بايه؟ سياده الرئيس كان طالب الفنانين والقائمين عليه بعمل اعمال دراميه تحض على الفضيله والالتزام، انه لابد يكون في وقفه في السينما، التناول يبقى فيه شكل معين، اختفاء الالفاظ اللي اصبحت حتى في المسلسلات ما كانش زمان موجود الكلام ده، غير ممكن فيلم واللي انعكست على سلوكيات الناس. انا بكلم كل مكان اثرت على السلوكيات ودفعنا ثمن هنحتاج على الاقل 10 سنين عشان نعالج المساله دي. هات الاعمال، قتلت الرموز. انت دمرت، انت بتدمر الرموز. ده كلام مهم يا استاذ محمود، بس هنا حضرتك ركزت طبعا. انا كان جزء كبير من سؤالي موجه للاعلام الرياضي وحضرتك جاوبت عنه. انا يمكن قصدت الصوره الاشمل. حضرتك تتذكر نجومنا الكبار في مجال الرياضه وجيل الكابتن الخطيب، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، ومن كابتن مصطفى عبده، كل النجوم الكبار في الاهلي والزمالك وكل الانديه الثانيه بيحكوا قد ايه كانت روحهم مع بعض روح رياضيه وجميله في الملعب، بيتنافسوا، كل واحد عايز يكسب، في غيره على فريقي والجماهير بتغير على فريقها، بس ازاي كانوا بيشكروا بعض او بيشهدوا لبعض بالاداء الجيد في بعض المباريات، ازاي بيخرجوا يدخلوا مباريات وبينهم حكايات وقصص كاصدقاء كانهم اخوات. عشان كده ادارات الانديه كانت بتتعامل مع بعض ازاي؟ عشان ده ازاي نحلم بقى عشان ده عكس المجتمع. شوف المجتمع كان شكله ايه وقتها؟ ما تشوف المجتمع والاسره شكلها ايه؟ ما تشوف كان الترابط حجمه ايه؟ وشوف علاقات صلاة الرحم بين الناس كان شكلها ايه؟ شوف دلوقتي الوضع، علاقات الاسره ايه؟ ومن خلال علاقات الاسره احكم على ما يحدث الان. شوف ازاي الاسره اتفتتت. نجحنا ببعض ما قدم من الفن الغير هادف وبعض البرامج بامانه جديده والله. سيتحملون هذا الوزن. نوصلوا الى الجيل اللي احنا عايشين فيه حاليا. يعني شوف حاله النقاش، انت مثلا لما كنت تناقش مثلا مع والدك، شوف انت والدك بيتكلم معاك وتبقى عامل ايه؟ شوف دلوقتي ابنك وهو بيكلمك يقول لك نقاش. التركيبه الاجتماعيه اتغيرت. هو ما شاهده، لانه هنا بيشاركك في التربيه مين؟ مش انت وحدك، ده بتشاركك المدرسه وزميله والشارع والنادي. شوف انت كم، واليوتيوب والفيسبوك وتويتر والكمبيوتر والموبايل، كله ده اللي بيربوا معاك. فنتيجة انت خلقت جيل ما عندوش فرصة انت تكلمه على قليل قوي جزئية الأخلاق والمبادئ، وبيتعامل بلغة الشارع. انت هنا محتاج ان المدرسة، المسجد، الكنيسة يلعبوا دور. النادي يلعب دور، يبقى فيه رقيب وحساب. الشارع ده بقى ربنا يعينك عليه. المدرسة، الأصحاب، مين أصحابه؟ بيقعد مع مين؟ بص وشوف انت ايه؟ كانوا عندنا ما يعرفوا اصحابنا. يعني كنت بعرف من صاحبك ووالده مين ووالدته مين. دلوقتي انت ما بتعرفش مين صاحب مين. فانا عاوز اقول لك انه ايه؟ دول الناس دول فتره الستينات والسبعينات والثمانينات، بص كان الوضع مختلف. الان بعد ال 2000 جيل مختلف خالص. وتربيه الاب والام اصلا محتاجين يتربوا. الاب والام الاول محتاجين يتربوا عشان يطلعوا لك جيل متربي. فهنا لما تبقى تترك الصغيرة يا أستاذ محمد وتفرج أن ابنك ممكن ناديك باسمك، تعتبرها أمر عادي جدا، يهزر معاك، بعدين معلش لما يكبر ممكن يولع معاك سيجارة، يبقى في خلاص بيتعود على أنه ما فيش، أنت تعودت على كده. فلما أجي أقارن حاجز الاحترام ده، حاجز الاحترام قال، حاجز الأدوار، الناس دي المدرسة، خد المدرسة
شوف حجم الكثافة الفصول، شوف حتى التعليم الخاص، شوف الاهتمام أمانة بقدر جمع الأموال بقدر تربية الأولاد. فين الدروس اللي في المسجد؟ فين الدروس اللي في الكنيسة؟ عاوز أقول لك إيه؟ كل ده كان ليه دور بيدعم مع برامج توجيه لما تيجي تفتكرها وتشوفها من حديث الروح كان خمس دقايق كان ليها تأثير على من نور على نور جوانب الأخلاقية. أنا بكلمك جوانب بص بص كنت تلقى فيه روح مختلفة مع الناس الكبار اللي هم زينة نورة البيوت زي ما احنا بنقول. كل ده اختفى، انت مقبل على مرحلة مخيفة، مرحلة صعبة جدا. ظهر لنا اللي هو انت شفته جيل الفيسبوك والسوشيال ميديا، احنا في أزمة هم مش مدركين خطورتها. طيب ده كلام مهم يا استاذ محمود. احنا طبعا لو اتسع الوقت احنا هنرجع للحديث عن ابعاد محاولات الزج بالاهلي في صراعات وهو مركز في شغله النادي، بس خلينا نركز في الصوره الايجابيه. جزء كبير من حوارنا اللي جاي هيكون على المسارات اللي ماشي فيها بشكل ناجح جدا النادي الاهلي، اعضاء وجماهير ومجلس اداره وكل شيء، كل هذا الكيان الكبير، مع تاكيدنا طبعا على ان احنا عايزين دايما الصوره تبقى بالشكل اللائق بالنادي الاهلي واعضائه وجماهيره دون اي تجاوزات، وان احنا رافضين كمان اي تجاوز من اي نوع في حق النادي الاهلي او هذا البيت الكبير اعضاء ومسؤولين وجماهير، ان احنا بنحافظ على الكيان ده وبندافع عنه دائما ابدا، وهو كمان حريص على احترام حقوق الاخرين، وان اي خلاف يبقى له صوره وله سمت وله شكل في مراعاه لكافه الاطراف وفي اطار حضاري وراقي ويراعي كافه الحقوق والواجبات على الجميع. خلينا نتكلم شويه عن الجمعيه العموميه النهارده. حضرتك شايف ازاي الصوره وحجم المناقشات اللي تمت وحجم ما طرح من افكار ومقترحات من الاعضاء ومجلس الاداره وتصوره مع اللجنه القائمه على مشروع لائحه النظام الاساسي حتى خرج للنور وخرجت هذه المطبوعه ليقراها اعضاء الجمعيه العموميه، شايف المشهد من بدايته ازاي يا استاذ محمد؟ اولا بص، اولا كان مفاجاه بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي الحراك المجتمعي اللي عمله مجلس اداره الاهلي لمناقشه اللائحه، لانه المعروف لدي واللي انا شفته على مدار السنوات كان دايما لما بيبقى في حاجه تخص اللائحه كان الاهلي بيستدعي الشؤون القانونيه والمسؤولين عن الشان الاداري داخل النادي وبيعملوا شكل، والشكل ده بيقدم بعد تنقيحه للمكتب التنفيذي، والمكتب التنفيذي بيراجع وبيعدل، وبعد كده بيرفع الامر لمجلس الاداره، ومجلس الاداره يقر ويعتمد ثم يدعي الجمعيه العموميه. ده الشكل التقليدي في اعتماد اللوائح. راى مجلس الاداره توفير للجهد ان ياخذوا خطوات ربما تتناسب مع الوضع الحالي. في زياره الافرع الثلاث لدعوة أعضاء النادي للمشاركة بدليل وجود أكثر من 4000 مقترح وتعديل أكثر من 53 مادة ونقاش كان جديد جدا. هل معنى ذلك أنه تعملت لائحة يا أخواننا هتبقى 100%؟ لا مش هتبقى 100%، هيبقى لها أراء وفكرة، بس بعد بكرة لو في تعديل عليها يتم التعديل. لكن أنت وضعت الكيان الأساسي اللي أنت الطريق اللي هتبدأ تمشي عليه وتسير فيه وتنفذه. كان خطوة مهمة جدا ان كل فئات المجتمع تشارك معاك، وانت دعيت واللي دعا ولبى الدعوة كان شاف انه عنده حاجة عاوز يقولها، واللي ما دعاش ليه كل الاحترام والتقدير، بس ما تجيش ما تقولش ان انا ما دعيش، انت دعيت بصورة وبأخرى. والمجلس راح عمل ندوة هنا وندوة هنا، ومقابل ندوات كان هناك ورش عمل كثيرة جدا عبر كل وسائل التواصل. فدي خطوة وفرت جهد وقللت نسبة الأخطاء، ودت شكل مميز كمان من خلال بالاستعانه من بعض القامات القضائيه اللي من وجهه نظري ومن متابعتي يتصدرهم مع كامل احترامي المهم مستشار اسامه انديل. لما اتكلم على اسامه انديل بالذات رجل يعني قانون فاهم جدا، لعب دور مهم جدا من خلال تواجد المستشار محمود فهمي، لكن اسامه انديل يمتلك روح الشباب وعنده حب للأهلي ربما يتفوق على الكثيرين فيه. وهذا الرجل تعرفه من يعني كلامه عن النادي ومن ارتباطه ومن يعني عزوم رجال القضاء اللي شاطرين جدا اللي يستحقوا ان يكونوا في مكانة مهمة جدا. ليه؟ برغم تقلده لكثير من المناصب انه دائما يتوارى عن الأضواء، فقدر مع الموجود مع المستشار اسامه انديل المستشار محمود فهمي وكامل احترام لكل اعضاء باقي اعضاء اللجنه لعبوا دور وشكلوا اللي احنا شفناه. يعني خرج
مولود جديد للنادي الاهلي بيحبو نحو مستقبل افضل لاعضاء الاهلي. في حاجات اتعملت في صالح الاسره وده كان مهم جدا للطفل، للارمل، للمطلق، يعني عاوز اقول لك ايه. هل حضرتك شايف ان بعض الجوانب او التعديلات الخاصه بالحقوق الاجتماعيه للاعضاء دي بصراحه فيها فارق، فيها فارق كبير جدا، وتلاشت ظلم. وانا بقول لك اهو في اكتر من 20,000 عضويه ممكن تعود للنادي الاهلي بسبب الحاجات اللي قبل كده. مع اللائحه الجديده في حاجات ناس كتير هتعدل اوضاعها. ايه تاني لفت نظرك في اللائحه؟ لفت نظري برضو الاهتمام بجانب الاستثماري اللي هو القصور في القانون. ربما القانون لم يعطي ملامح واضحه، لكن الاهلي فسر في لائحته الحاجات اللي هي كان من 66% رجعت ل 51 وقال لك هم ليهم قانونيين ليهم وجهه نظر. ما انت خلاص انت ليك يعني عاوز اقول لك ليك اليد الفاعله في الامر، مش لازم تدي نفسك، لكن ما دام هتحقق انه سيطره النادي او الاهلي هو القوه الحاكمه في اي عقد، فده بيديك فرصه انك انت تختار اللي انت عايزه. شكل المجلس زي ما هو، مثلا رفض بند مثلا 8 سنين والاعضاء هم اللي رفضوه رغم انه الطرح كان من مجلس الاداره. يعني عايز اقول لك لائحه قويه فيها ربما يكون فيها يعني من ياتي بعد ذلك ليعدل من حق المند. ربما تكون وجهات نظر ورؤى، ده امر طبيعي جدا. اي حاجه من وضع الانسان قابله للتعديل اكيد من وضع البشر. هل خلال المناقشات نفسها يا استاذ محمود، يعني ما عرض في البدايه قبل الحوار الكبير اللي دار في افرع النادي الاهلي من خلال جلسات مع المسؤولين ومجلس اداره النادي واللجنه ايضا القائمه على مشروع لائحه النظام الاساسي او اللائحه التنفيذيه والمقترحات اللي تم تعديلها او البنود اللي تم تعديلها بناء على مقترحات وانتقادات وجهت لها من متخصصين او من اعضاء الجمعيه العموميه بعد المناقشات، هل كمان حضرتك شايف ان ده عمل فارق كبير للاحسن في اللائحه دي؟ طبعا، ما انا بقول لحضرتك استاذ محمد انه ده وفر على اللجنه نفسها، اللجنه المركزيه، كثير من الجهد. انت فتحت واديت فرصه تسمع الناس، لانه فعلا كان في بعض المواد مجحفه خاصه في مساله يعني الخاص بعضو النادي. في امور كانت في بعض يعني تم وضع بعض اللوائح في اللائحه اللي قدمت اللائحة الاول اللي يعني اللي قدمت في الاول وبعد كده اللي تم تنقيحها وتعديلها. فاستماعك واقبال الاعضاء عليك وفر على النادي مزيد من الجهد والوقت. اصرارك على تنفيذ هذا الملف، وده كان احد الملفات اللي كانت مقدمه خلال العمليه الانتخابيه، انه سيتم طرح لائحه النادي بعد خلال السنه. ده امر كان مهم جدا وتحدي صعب جدا في ظل الظروف اللي بيتعرض لها الاهلي. فده كل ده عمل حاله من الحب والارتباط بين العضو. عشان اكون كلامي دقيق اكتر، عن اللائحه اللي قدمت، اللائحه الاسترشاديه اللي قدمت من الوزاره، من الوزاره، من الحكومه، انت مش من اللجنه. انت حبيت تتجاوز هذه اللائحه وحبيت يبقى حاجه من صنيعك انت اللي عملته، وانت شفت يعني شفت يحقق للنادي والاعضاء والهدف اللي انت عايزه واللي انت جيت من اجله. فالمجلس انجز شيء مهم جدا، وانجز بمشوره الاعضاء، وانجز بمسانده الاعضاء، فكان ما حدث اليوم. طيب الفتره اللي جايه حضرتك شايف التاثيرات اللي هتحدثها هذه اللائحه مستقبلا في النادي الاهلي؟ ان شاء الله تخرج عمليه التصويت بشكل فيه يعني قبول و موافقة على هذه اللائحة، وعندنا الأعداد أعلن أنها تجاوزت النصاب القانوني للجمعية العمومية، ولسه احنا طبعا عملية حصر الأعداد وفرز الأصوات. في حالة خلاص إنهاء الأمر بالموافقة على واعتماد هذه اللائحة رسميا في النادي الأهلي، حضرتك شايف أنها تأثيراتها المستقبلية إيه في الفترة الجاية؟ لا أنت كده يعني أولا بتعطي دعم تام لمجلس إدارة النادي، وتؤكد أنه بيسير على الطريق الصح، وأنه بيلقى مساندة من جمعية العمومية، وجمعية العمومية مش هم اللي حضروا فقط. ده بالعكس ممكن في ناس ثانيه ما تحتلهاش فرصه، ودايما احنا عارفين في موضوع الانتخابات بتبقى المساله يعني محدوده، الا يمكن ما حدث في الانتخابات الماضيه عندما وصل يعني اعضاء الاهلي اللي فاجئوا الجميع بحضور يعني اكثر من 35,000، يعني وصل ل 40,000 عضو. لكن النهارده انت بتضع اللبنه الاولى في بناء الاهلي الجديد من خلال اعتماد اللائحه. ننتظر طبعا عمليه الفرز وبعد الحضور هيبقى يعني تتضح الصوره بشكل افضل، لكن شيء مهم جدا. هل حضرتك تتمنى تعميم التجربه على مستوى الانديه المصريه، الانديه الكبيره كلها انها تاخد خطوات مشابهه لما فعله النادي الاهلي، حجم الحوار وحجم دراسه اللائحه لخروجها بافضل شكل ممكن؟
بلاش عشان مدام الاهلي بيضايقهم فبلاش نضرب بالاهلي. لا والله احنا بنتكلم بصرف النظر هو شر بقى ما يخرج. في ناس عامله بنتمنى ان انت هقول لحضرتك حاجه، مش احنا احيانا بنشوف تجربه في الوسط الرياضي في اي دوله في العالم او الكروي متقدمه عنا في المجال ده، فبنقول ان احنا يا ريت مش عيب انك تتعلم منها، مش عيب يعني دايما اللي متقدم او له سبق في اي مجال او في اي تجربه ممكن يكون في تجربه واحده نتمنى انها تعمم او الناس تستفيد بيها. والنادي الاهلي له تجارب ربما مع بعض الانديه الاوروبيه، استفاد من زيارات متبادله ولقاءات ودرس مسؤولين في فترات سابقه في مجالس الاداره بعض التجارب الخاصه بالاحتراف وروابط المحترفين وحقوق الانديه وبدا مناقشتها في مصر. مش عيب اننا نستفيد بالتجربه الكويسه. يعني سنظل نتعلم. الاهلي مدرسه الاداره. الاهلي مدرسه الاداره رقم واحد. هذا هو سر هذا الكيان العظيم. سر نجاحه. ومن ادارته على مدار تاريخه استمدت فرقه الرياضيه تفوقها. هناك فصل تام وهناك حاله من الالتزام رغم كثير من المواقف مرت على النادي ومحن الا انه استطاع ان يخرج منها منتصرا قويا صامدا، فهو غير قابل للانكسار، غير قابل للانكسار، ربما يتعرض لهزه ولكن بسرعه يستطيع ان يفوق. الخطوه دي مهمه جدا بالنسبه للاهلي مش كمان لمجلس ادارته. طيب حضرتك سمعت الاصوات اللي قالت في الايام اللي فاتت يعني سواء كانت متفقه او محبه لنادي الاهلي او لا، انه توقعت انه حجم المشكلات والصراعات المحيطه بالنادي الاهلي تتسبب في نوع من تشتيت الاذهان وتؤثر على تركيز المسؤولين في النادي في عملهم، فبتقول كده النادي الاهلي هيدخل في منعطف نتيجه لحجم الـ 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 يعني المشكلات اللي هو قريبة منه أو في محيطه أو اللي بيستدرج لها أو اللي هي بشكل عام تمثل صداع لأي مسؤولين في أي مكان. حضرتك شايف إيه وترد على الأصوات دي إزاي؟ هذا هو الرد. إن هم إنه يعني عاوز أقول إيه؟ المركب صارت في طريقها الصحيح رغم بعض ما اعتراها من يعني بعض الأمواج، إلا إنه توفيق الله سبحانه وتعالى كان حليف يعني إدارة النادي في أنها استطاعت أن تنظر نظرة مختلفة لم تنظر تحت قدميها، نظرت لهدف وشعرت أن هناك شيئا ما، فكان الهدف هو حالة من الصمت. أصلا عندما تتعرض إلى حالة من المشاكل وتصمت وتعمل هذا يصير القلق لدى الآخر. يعني إذا استجبت لما يدعوك إليه فقد نجح ان هو حقق هدف حقه في الحاله دي، لكن بتستنفر قواه اكثر انك تتجاهل ده وتكمل شغلك. سيزداد انفعالا، سيزداد غضبا. هنا الامر يفرق من شخص لشخص ومن اداره لاداره ومن مكان لمكان، وانك انت ازاي تجنب نفسك وتحقق الهدف اللي انت ماشي فيه وتعمل عقد فرع الرابع بتاعك وتعمل جمعيه عموميه. ده انت كانت خطوه مهمه جدا. ده انت جبار. لا ده انت يعني كل اللي بيتقال عليك ده وانت ساكت ومعاك كمان ناس لسه متمسكه بيك ومسنداك. لا من حق ان انا دي كمان لا. كانت خطوه توقيتها كمان كان ملفت جدا وموفق جدا. بس ما انا اقول لك ايه يعني انت اعمل هذا الكلام تشعر بحجم المكان وتشعر بحجم قيمته، واللي مش عارف قيمه الاهلي يبص على جمهوره واعضائه ويعرفهم امتى. هقول تاني يعرفهم امتى ويظهروا امتى ويجوا امتى. الاهلي مش مجرد يعني فرقه كوره، لا ده اصبح حاله مجتمعيه. ده في ناس يعني الاهلي بالنسبه لها واحد واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده بتيجي حاجات تانية من حب والارتباط. يعني حضرتك بتربط بين كل في شخصيات لما تقعد تسمع وتتكلم وتناقشها تفاجئ من حاله الحب والارتباط والكلام. يعني بيمثل بالنسبه لهم يعني حاله من زي بيقول لك ايه، بيقول لك دي حاله من غذاء الروح بالنسبه لي. حضرتك هنا بتربط بين كل الاحداث اللي مرينا بيها الاسبوع ده، الانجاز المهم جدا بتوقيع عقد الارض الخاصه بفرع يعني القاهره الجديده او الفرع الجديد للنادي الاهلي، وايضا اتمام وانجاز لائحه النادي لائحه النظام الاساسي او اللائحه التنفيذيه خلال الجمعيه العموميه. حضرتك شايف دي كلها بتقول او بتبعت نفس الرساله، كل الخطوات دي نجاحها بيبعت نفس الرساله لكل الناس. ساسير على الدرب ولن انظر. طيب خلينا نتكلم عن بص ساسير على الدرب. هو ده المفروض عنوان الاهلي وجمهوره، وان هم يدعوا ربنا يعني يدعوا ربنا ويتوسلوا انه يعني يلهم التوفيق لفرقه الكره في الماتشات اللي جايه خاصه في افريقيا.
عودة الأهلي للفوز ببطولة أفريقيا ده مهم جدا من أجل الكرة المصرية، من أجل منتخب مصر الغائب عن منصات التتويج. هنقعد نقول نعيد نفس الكلام ونعيش 2006 و2008 و2010 ونرصد وشوف أنت غايب من سنة كام عن ورجعت، ولما رجعت في 2017 وصلت السيمي فاينال وخسرنا النهائي. عودة فريق بحجم الأهلي بيدي دعم، شوف قد ايه لمنتخب مصر، وهذا ما بيقللش من الانديه الاخرى عشان ما حدش يزعل. يعني عوده اي نادي اخر سواء الزمالك سواء الاسماعيلي، وجود المصري في تفوق اي نادي مصري في المنافسات القاريه بيسعدنا. في بص في حاجه بتتعمل، ده كله ده بيصب في صالح مين؟ ما بيعيدك للرياده اللي انت يعني توارت او تواريت منها جانبا، فبتعيد مره اخرى وتسمع افريقيا بانه عاد لها بطلها المفضل منتخب مصر على مستوى المنتخبات والنادي الاهلي على مستوى الانديه. فده شيء يحتاج الى دعم كبير جدا من كل المسؤولين، لانه ليس في صالح الاهلي فقط الفوز بل في صالح الكره المصريه بصفه عامه. وده علينا احنا نتمنى التوفيق لما يفوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا ولما يفوز المصري بالكونفدراليه. ده شيء مهم جدا لصالح الكره، يعني شوف احنا غايبين عن البطوله من قد ايه، وشوف انت محتاج المره دي تعود ليها ليه وانت مقبل على امم افريقيا 2019. طيب ده بينقلنا لكره القدم، نتحدث عنها ولو قليلا في هذا اللقاء، رغم ان حديثنا الرئيسي بيركز على طبعا حضور الاعضاء في الجمعيه العموميه غير العاديه للتصويت على والاعتماد لائحه النظام الاساسي او لائحه التنفيذيه. فريق الكوره، شكل فريق الكرة إيه هذا الموسم حتى الآن؟ فريقنا الأول لكرة القدم مستواه وهو بيقترب من الصفحات الأخيرة وصفحات التكريم وحصد اللقب إن شاء الله. إحنا داخلين على المباريات الأهم والمراحل الأصعب، نصف النهائي والنهائي بإذن الله. شايف إزاي مستوى الفريق مع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون ورغم الغيابات المؤثرة طبعا وآخرها أشجعية وعنصر مؤثر جدا غيابه فترة طويلة، هل كيرف الأداء منحنى الأداء بيتغير يا أستاذ محمود للأفضل، في فارق ولا لا؟ هو يعني عشان نتكلم بواقعيه، طبعا الراجل تسلم الفرقه في انت بتمر بمرحله انتقاليه، يعني برضو مرحله تجديد، برضو مش مرحله ثبات. عندك عناصر بس برضو يعني فرقه فيها بعد معدل السن كبر، فانت محتاج على المدى البعيد اديك بتقدم عناصر من الشباب، صلاح محسن، احمد حمدي، ناصر ماهر. في تجديد في تجديد، بس بيتم في فرق انك انت ممكن تجدد في ترمي 5 6 فيقع منك الكيرف، وفي فرق انك انت تبقى فاهم وتدي عناصر تكتسب الخبره وتحافظ على شكل الفريق. والراجل مع ضغط المباريات كل تاني مباريات بعد الحين بيغير 6 لعيبه ويريحهم عشان ودي 6 تانيين، فبيحصل فرق في يعني لما تعادل الاهلي مع النجمه في الاسكندريه 0-0 وكانت بعض العناصر الاساسيه مريحه، قال لك خلاص الاهلي مثلا هياخد. لما فاز 4-1 وقدم مباراه من واحده من المباريات، قال لك ولبنان فيها كوره. يعني انت تقيس من ايه؟ تقيس من الجزئيه دي. قدم حوالي 20 دقيقه او 25 دقيقه في الشوط الاولاني مميزين جدا. من المسائل اللي متميز بيها فرقه الكوره اللي على مدار الفتره اللي فاتت، اللي هي مساله الامتلاك وتدوير الكرة بسرعة في منطقة نص الملعب. تقريب الخطوط. كارتيرون مدرب ما بيدورش على اللقطة والشهرة بقدر ما بيدور على انه يحافظ على الهدف اللي هو ماشي عليه. انه هيكسب من مباراة أخرى. المكسب بيجيب مكسب، ثانيا بيعطي ثقة للفريق، ثانيا بيقترب الحلم. الهدف. سنين المواهب قلت، خلي بالك برضه من الحته دي يا استاذ محمد، المواهب قلت. فانت لما تيجي تبص امبارح مثلا نجم المباراه كان وليد سليمان، وكان الاستوديو كله بيتكلم ازاي ما يروحش المنتخب، وهو ظلم ما راحش المنتخب الموسم اللي فات. عدد كبير من المباريات وليد كان بينزل يقلب المباراه. انا بكلمك بقى، يعني دي بتبقى مسائل برضه، اختيارات زي دي بيبقى فيها اراء. يعني عندك شوف علي معلوم، شوف بص على صلاح محسن، بص على مؤمن زكريا تدريجيا، بص على بقيه العناصر، فتجد انه الفرقه يعني الى حد ما ادت شكل قوي جدا ودفعه معنويه قبل المباراه الصعبه فاق سطيف، فرقه
ليست بالامر ليست بالفريق السهل. هل تراها افضل من حريه كوناكري؟ هل هي افضل من حريه كوناكري؟ افضل. حط في اعتبارك المواجهات العربيه والحالات النفسيه اللي بتبقى فيها طبعا يعني في تاريخ في المواجهات دي وبنعرف ايه الفرق دي بتلعب ماتشات اصعب مع وفاق سطيف يعني قبل كده. وانت مباراه الذهاب هنا بالنسبه لك محتاج تحقق نتيجه قبل العوده في الجزائر. شوف هم مباراتهم مع الوداد المغربي كان شكلها ايه؟ فاز 1-0 لكن الوداد المغربي في مباراه العوده ضيع اكتر من 20 فرصه. لكن ما هي كره القدم كده ممكن تديك ممكن ما تديك. فانت عليك انك تحقق نتيجه ايجابيه هنا قبل العوده في الجزائر. ده بيحتاج ايه؟ بيحتاج انك تبعد فرقتك خالص بره. مذاكره وتحفيز ودعم معنوي ومسانده. والجمهور لازم يبقى هدفه كده. الجمهور الذكي وفاهم يخرج من اطار السباب والكلام ده خلاص انتهى. انتهى قبل كده المفروض. يعني عدينا المفروض عدينا المراحل دي. ولم يعد مفيد. عليك انك تساند فرقتك تشجعها بحماس وبقوه ومسانده قويه جدا من المباراه من البدايه للنهايه. لكن مساله هتدخل وتضع فريقك وتضع ناديك وتسلمه فرصه للمتربصين عشان يقولوا وعيدوا ويزيدوا في مرحله محتاجه يكون فيها ذكاء مع يعني ذكاء التعامل وتجاوز اللحظه وبعد كده لكل حديث كل حادث حديث زي ما بيقول وكل وقت يبقى له كلام. لكن دلوقتي الاهلي محتاج ايه؟ محتاج من جمهور الاهلي محتاج من المسؤولين انه يسند الفريق فرقه الكوره. فرقه الكوره ماشيه بشكل كويس في افريقيا يبقى نركز في افريقيا. بعد ما تتجاوز افريقيا توصل للفاينال وان شاء الله تفوز بالبطوله يبقى الكلام بقى يبقى له كلام تاني. لكن هتدخل في صراعات وتدخل في مشاكل لا. انت داخل على مباراه مهمه جدا يبقى تركيزك في المباراه مع الاحترام للجمهور. هل وصلنا لافضل معدل للاداء يعني مناسب ومتوافق مع قدرات الجيل الحالي من اللاعبين في النادي الاهلي ولا لسه حضرتك شايف ان في افضل وانهم بيتقدموا بس لسه ما وصلناش للتوب بيرفورمانس لافضل اداء لا لسه لسه اصلا يعني في لعيبه ما قدمتش حاجه من اللي عندها واتمنى ان اللعيبه دي تبطل كلام. وتعرف قيمه الفانيلا اللي هي لابسها مين اللي بيتكلم استاذ محمود ليه بتقول اتمنى يعني اللعيبه تبطل يعني كلام؟ بتكلم على لاعب بحجم ناصر ماهر او بحجم احمد حمدي دول انتوا جمهور الاهلي والناس انتوا لسه ما حطيتوش الوجع على الطريق. وبعدين احمد ربنا كنت تلعبوا في الاهلي. ده الاهلي اللي هو حلم وطموح لاي حد. مين بيشارك مين ما بيشاركش دلوقتي رؤيه الجهاز الفني؟ انت عليك انك تركز ولما تجيلك الفرصه تأدي. لما تاخد مكان وتلعب في فرقه كبيره لابد ان تقدر حجم المكان. واذا كنت شايف نفسك انك انت اعلى من الفرقه دي امشي. لو انت شايف نفسك مستواك اعلى من الناس اللي انت معاهم دول امشي روح اي مكان تاني. عمره ما هيقف عليك. وشفنا تجارب الفتره اللي فاتت كتير. لا بص الفرقه الكبيره لا الاهلي هيقف عليه لعيب. الاهلي عمره ما هيقف على لعيب. ولا كان وقف على لعيب لكان بعد اعتزال بيبو ما كانش الاهلي لعب كوره. يعني كانت الناس خلاص بطلت كوره يعني. يعني لو كان عملنا كده كان بعد اعتزال بركات ومتعب كانت ناس برضه عملت حسام غالي يعني في ناس بتسلم. ما كانش مثلا نادي الزمالك وقف لو مع فلان ومشي ومشي لا بالعكس جاب فرقه ثانيه وجدد وعمل فرقه افضل من الفرقه مثلا بتاع السنه اللي فاتت. فيها لعيبه كوره اعلى ومستوى. الاسماعيلي ما بيحاول وبيجدد، المصري شوف حجم جهد بتبني بيجيب ناشئ صغير وازاي بينجمه وبيعمل فيه. يعني لابد انك انت تحمد ربنا على تواجدك في مكان بتلقى فيه كل الدعم فتقدر حجم المكان وما تستغلش الظروف. اذا كنت شاعر انه المكان انه البيت ده بيمر بمرحله من التوتر والمشاكل اللي انت شاعر بيها لكن اعرف قيمه البيت اللي انت قاعد فيه. طب ازاي نفرق بين ده يعني هنا النهارده هل احنا ما بنقولش ان ممكن يبقى فيه بدرجه ما طموح مشروع للاعب انه عاوز يشارك يعني ازاي افرق بين اللاعب اللي مدرك تماما قيمه النادي الاهلي والمكان اللي هو منتمي اليه بس عنده غيره على المشاركه في الملعب ونفسه يبقى موجود وبين اللاعب اللي لا عنده نوع من التكبر او التعالي على الكيان المدير الفني يعني. ده دور المدير الفني هو اللي بيتعامل مع اللاعب المدير الفني هو اللي بيحدد وعارف مصالحه في مدير فني يبقى عاوز يخسر هيكون عنده لاعب بيكسبه بره ويعمل له الفارق ويقعده جنبه مش مستحيل الجمهور مش هيقعده والتجارب واضحه ولو مسكنا واتكلمنا كده بتكلم ايه؟ اشتغل اكتر انت عاوز اشتغل اكتر اتعب اكتر
واحمد ربنا على اللي انت فيه وحس بقدر النعمه انك انت بتلعب في نادي كبير ومش كبير وبس. او حاول تشوف يعني المشكله لو انت ايه؟ ما تعرفش اطلع بره شوف الناس بتتكلم على الاهلي او افهم اكتر وجهه نظر الجهاز الفني يعني هو محتاج منك محتاج ايه وازاي توصل لدرجه الاداء وشوف اللي قبلك عملوا ايه اللي تعبوا وشالوا وتحملوا وراحوا وكلعبوا في كاس العالم للانديه وهم اللي عملوا الشهره وهم اللي عملوا السمعه في افريقيا وشوف الناس بتتكلم عليه لما تيجي تلعب الاهلي بيقولوا ايه يعني انت ده ما جاش نتيجه يوم وليله يا ابني يا تشارك وتبقى جزء من الناس يجي في يوم من الايام يقول لك ده كان هنا بيلعب فلان يا تخرج من المكان طيب. عايز فلوس روح للفلوس احنا متفقين على كلمه ان النادي الاهلي فريق عنده حصيله خبرات وتاريخ بتخليه لا يتوقف على اي لاعب مهما كان مستواه طبعا ولكن دايما في عناصر مؤثره بعد الخلافات اللي حصلت والمطالب المبالغ فيها ورغبه اللاعب اللي قال انا لاعب محترف كنت شايف الامور من وجهه نظري في التجديد وانتوا يعني بتبالغوا الى اخر هذه الامور كان رغبه عبد الله السعيد والخلافات اللي حدثت الى انا ابتعد خلاص والنادي الاهلي ابدى رغبته في عدم استمراره او حطه على قوائم البيع في الوقت ده وانتهت علاقه النادي باللاعب وبعدها وكان لاعب مؤثر جدا في مكان صانع الالعاب وبعدها واحد من اللاعبين المحترفين المميزين في الدوري المصري اللي بيقوموا بنفس الدور ودور الهداف ايضا اجايه غيابه للإصابة أعتقد أنه يحسب للنادي الأهلي أنه قادر يلعب بهذا المستوى ومعدل أداء بيزيد كمان رغم غيابات بتؤثر دايما على أي فريق هو الأهلي جاب عبد الله السعيد أمتى رز تعاقد معه أمتى مش في 2010 مين كان بيلعب كان النجم الفز من وجهة نظر مع كابتن احترام كابتن محمد أبو تريك أين كان عبد الله السعيد في وجود محمد أبو تريك لم يكن لم يظهر الا في اخر 3 سنوات وده امر طبيعي جدا وانا اذكر له تصريح وحوار عندما سئل بعد اعتزال ابو تريكه قال انا لست ابو تريكه ومش هقدر اعمل امر ابو تريكه ربنا كرمك واصبحت الجوكر بتاع الفريق هو وجهه نظره الراجل تقول لي احتراف تقول لي تامين مستقبل انت فضلت مصلحتك على مصلحه المكان خلاص لن يقف الاهلي عليك مع كل الاحترام وخلاص انت خدت طريقك ولو ما حدث كان مساله الدفاع عن من جانب النادي الاهلي كان بيدافع عن كيان انك انت بتقول انا ملتزم ومش هتعاقد مع لعيب من فرقه تانية وانت تعاقدت وراجل مبلغ كبير جدا يسيل له لعاب اي حد عشان ما نضحكش على بعض في زمن أصبحت المادة هي الطاغية على كل شيء وهي المتحكمة في كل شيء إلا ما رحم رب فعبد الله سعيد هل معنى أنه مشي باسم النادي الأهلي يتم النيل منه لا يجوز أدى مع الأهلي فترة ومع منتخب مصر مع كامل الاحترام لعيب نضج بالصورة الكبيرة جدا كان من عناصر مؤثرة وشارك مع الأهلي لا كل الاحترام لكن هي دايما الفرق الكبيره. طيب حضرتك متفق ولا مختلف مع الاراء اللي بتقول انه يحسب للنادي الاهلي انه منحنى الاداء بيزيد مستوى الاداء أيوة بيزيد طبعا كده رغم الغيابات المؤثره فنيا كده بقى ريال مدريد بعد رونالدو يقفل ده رونالدو ما هو ده في لحظه خلاص راجل شاف نفسه وهم شافوه بعد كده هم شعروا المسؤولين مثلا هو شعر او هم بدلوا ان احنا غلطنا ان احنا فرطنا لكن خلاص هو بدا مرحله جديده تتمنى له التوفيق وله كل الاحترام. الاهلي بدا يتعافى تدريجيا. انا بقول لك اهو الكيرف بدا يعلى شويه. والكيرف هيزيد مع استمرار الدعم والمسانده والاستمرار العمل. لغايه ما تجد ما انت هتلعب بطريقه لعب ممكن تغير طريقه لعبك. ويعني مثلا قبل كده كان الاهلي برضه بيلعب ما كانش بيلعب كده كان بيلعب بطريقه ثانيه مختلفه برضه صحيح ولما ليه عنده لحد بيدور له الكوره كويس لعب انه ازاي بتوظف الطريقه حسب امكانيات المجموعه بعد كده حسب المجموعه اللي عندك هيجي وقت تلقى حد ثاني طريقه لعب مختلفه مدرب لفكر ثاني ازاي تغلب على الموضوع اللي انا عاوز اقول انه عبد الله السعيد راى مصلحته في حته الفنيه فله كل الاحترام والاهلي او الاهلي او الزمالك او اي لاعب فرقه كبيره مش هتقف على لعيب بعينه لو مشي هيتاثر بيه ممكن يتعرض لهزه حتى يغير المدرب الجديد اللي جاي من فكره او شايفه هو هيعمل ايه هي طبعا لعيب من العناصر المهمه جدا في فرقه الاهلي باصابه جامده ما حصل شويه حاجات كده اصابات برضو يعني في سوء حظ
ممكن تجي لك في لحظة يقع منك لاعب اثنين ولاعب مؤثر ولاعب مؤثر فده بيعمل لك مشكلة. لكن هنا بقى يبان لك المدرب في مدرب وفي مدرب. في مدرب بيستطيع انه يعالج الامر ويكون عنده بديل، بدل لازم يكون عندك واحد واثنين وثلاثة. وفي لعيب بيقوم بدور واثنين وثلاثة واربعة. يعني الناس ما قالتش الجوكر على احمد فتحي لانه لعب باك رايت، لعب مساك، لعب نص ملعب. شوف شوف انت شوف لاعب كان بيحل مشكلة لاي جهاز فني ولاي مدير فني. ما انا بقول لك اهو، يعني انت ايه زي ايه، هات وائل جمعة لعب مدافع، لعب راس حربة، بومفرير لعب راس حربة، لا ومانويل لعب راس حربة ومشي الهلال. انا فاكر كمان بومفرير مشي الهلال السعودي، كنا خرجنا من بطولة افريقيا. يعني عايز اقول لك ايه، في لعيبة عندها ايه بتقدر المكان اللي هي فيه وتقدر الجمهور اللي بره، وبيحمد ربنا انه تواجد في مكان، لما تبقى مواجد في مؤسسه كبيره اي كانت المؤسسه، في 100,000 واحد عندهم بره مستنيين يلعبوا في الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي يعني عايز اقول لك ايه، في ناس تانية قاعده منتظره تلعب. فانت لما تتواجد في فريق بحجم الاهلي، لا مع كامل احترامي. طيب يعني الجمهور بيسال، واحنا بنقابل ناس من جمهور الاهلي في اي مكان بيقول يا جماعه اخبار الصفقات ايه؟ هل النادي بيفكر ان احنا هيبقى في اضافات في فتره الانتقالات الشتويه ولا لا؟ فاحنا نحب نسمع رؤيه واحد من النقاد المتخصصين. حضرتك شايف انه الاهلي يحتاج الى اضافات قويه في فتره الانتقالات القادمه او فتره القيد القادمه ولا لا؟ طب هي مين؟ لا ما حدش بيحدد اسماء. لا لا كل الناس بتسال من منطلق ان كده الفريق عنده البدائل اللي على نفس مستوى الملعب ولا لا. احنا يعني مش هنعيد الكلام نكرره. طبعا هم عندهم يعني هم لهم الحق ان هم طبعا عاوزين الفرقه وعاوزين يجيبوا لعب، بس حد واحد كده كده يعني تعالى كل واحد فينا يمسك ورقه وقلم كده ويقول لي مين هم اللاعبين المميزين في الدوري المصري اللي هم مش موجودين اللي بره الاهلي مثلا، بلاش الفرقه الثانيه، تعالى نقول مين هم اللاعب المميزين في الدوري المصري اللي موجوده، تقول لي واحد واثنين وثلاثه واربعه، لو طلعت خمس لعيبه تبقى انت 100 فين؟ من اللي عندك هم افضل من اللي بره. لان كمان حضرتك قلت المواهب ندرت، ما بقتش زي الاول والفوارق ما بقتش. هات لي حد مثلا في جيل كده بيجي فتره كل 20 سنه كده. يعني انت ايه ارجع كده؟ من 91 الاهلي خسر الدوري 92 93 ودوري 92 ودوري 93 ودوري 93 ودوري 94 على ما اعتقد. لا دوري 94 الاهلي استردوا مع تسوبل، كان الاسماعيلي فاز والزمالك خد بطولتين مع مكاي، خد دوري سنه الاسماعيلي وبعد كده الزمالك خد من اربع الدوريات اللي خدها الزمالك بامانه شديده. ومكاي عمل شغل، قدم كورة أكثر من رائع. مكاي. مكاي. وكان معاه فاروق جعفر مدرب. بعد كده الأهلي جاب تسوبل وتبدل الحال. استرد الأهلي مثلا بطولة الدوري وبعد كده قعد تسوبل مش عارف سنة أو سنتين. بعد كده جه هولمان سيطرة تامة، بعد كده جه تسوبل سيطرة تامة. سبع سنين الأهلي. سبع سنين متتالية. ده جيل كان جيل مين؟ وقتها الأهلي استدعى حسام حسن وإبراهيم حسن من سويسرا. او من اليونان ومعاهم بقى حدث ولا لا كانت بدايه الفرقه بتمر بمرحله صعبه كانت محتاجه بامانه شديده وتعامل فرقه مع عوده حسام وبعد حسام ده كان معاهم فريق قوي. انا بقول لك فريق طالع بقى لسه وليد صلاح وهادي خشبه وشام حنفي يعني بص، وكان لسه كابتن شوبير موجود لغايه ما اعتزل سنه 97 98 وبعد كده جه الحضري. عايز اقول لك ايه، شوف الفتره دي خد بقى منها وانت طالع كده لغايه 2000 مع تسوبل مشي جاب الاهلي جاب هاينز ديكسي سنه واحده خد كاس مصر وخد كاس مصر وخسر الدوري. الدوري بقى بعديه قعد لغايه سنه كام؟ لغايه 2004 الزمالك خد ثلاث بطولات والاسماعيلي خد بس بطولة. عملوا معاه حوار واكيد حضرتك فاكر لانه كان في الاهرام الرياضي قبل ما يمشي، والاهلي عمل له حفله تكريم لانه قال انه بذل مجهود كبير جدا وعمل اللي عليه في الموسم ده، كانت لفته طيبه جدا من المسؤولين في النادي الاهلي في هذا الوقت. ديكسي قال في حوار على ما اتذكر كان في الاهرام الرياضي، قال ان انا كان عندي نقص في بعض المراكز ما فيهاش افضل عناصر، يعني كانت لدي رغبه في ضم بعض العناصر اللي فوجئت انها عناصر متميزه بس موجوده خارج الاهلي. خلاص يعني انت كان عنده وقتها الفرقه وقتها مش من عندك مين؟ صحيح مش من عندك اكتر من عنصر مؤثر. حسام حسن وابراهيم حسن وقتها انتقلوا للزمالك، هنا حصل تحول.
ومر الاهلي بمرحله من مراحل التجديد، حتى تم بعدها تم التعاقد مع مانويل جوزيه وخد الاهلي استرد بطوله افريقيا بفريق من الشباب. والاهلي مع انتقال حسام ابراهيم حسن في الوقت ده كان نجمين كبار طبعا محافظ الالقاب للزمالك، كان الزمالك عامل فريق قوي قوي، كان عامل صفقات كتير. طالع مين بقى السنه اللي كان حازم امام ومحمد ابو العلا وطارق السيد واروع واحد كان فريق تامر عبد الحميد، كان من اهم لعيبه الارتكاز انا بكلمك اهو، وضيف عليهم محمد بسيوني وكان حسام وابراهيم. يعني عايز اقول لك ايه، كان في فرقه والاهلي تراجع توارى وبدا بناء فرقه جديده وخد دوري ابطال افريقيا بمجموعه من الشباب اللي هم كانوا في كاس العالم الشباب في الارجنتين ورجع. يعني عايز اقول لك ايه، هناك اجيال بتسلم بعض، حتى جاء جيل ابو تريكه وبركات، جيل يعني اعجاز. خرج مع مين بقى؟ بص انت بقى ايه بقى، شوف انت بقى خرج مع مين بقى، يعني ايه لازم تبقى انت عماد متعب، حط بقى عماد متعب، حسام عاشور، كل ده لسه كان ايه طالع لسه من تحت، انت بتدور وتبني. حسام غالي، بص يعني هتلقى عندك تدريجيا ده كل حاجه بس. وفي ناس مشيت بعد كده، وبعد كده الاهلي بقى سيطر على الدوري وعلى افريقيا باربع اداء وانعكاسها على المنتخب. لما تيجي انت تقول لي الجيل ده ممكن يتكرر، اقول لك صعب جدا عشان تدور عليه. انت في الفتره دي بتمر بالمرحله دي، انت بتدور. حتى الان الاهلي ما زال يبحث عن شاطئ الامان، وشاطئ الامان يبدا من الفوز بدوري ابطال افريقيا، لانه هينقل نقله ثانيه ويعيد الثقه، ويبدا اللعيبه اللي طالعين جداد دول يكتسبوا الخبرات. وتحتاج تدعيم، تحتاج تدعيم، وتدعيمك في الغالب بيكون في نص الملعب، محتاج نص الملعب، محتاج في الباك رايت، محتاج في المساك، محتاج في راس الحرب. يعني عاوز اقول لك الفرقه الكبيره كده، لكن انت مش طالب بالضروره دلوقتي لانه عندك العناصر دي، لكن ممكن نص الملعب يحتاج منك جهد. يعني عاوز حد فنيا وبالارقام يا استاذ محمود وبالحسابات ومن خلال متابعتك للبطوله ومستوى المنافسين كمان اللي هيكونوا معانا في المربع الذهبي في دوري الابطال افريقيا، هل نحن الاقرب؟ هل فريق الاهلي شايفه فنيا وطبعا بالخبرات وبالتاريخ وبالحسابات المنطقيه هو الاقرب، لكن بحسابات هذه البطوله شايفه الافضل فنيا ولو نسبيا؟ انا لا اخشى على الاهلي في افريقيا سوء من التحكيم. التحكيم شايفنا فنيا افضل؟ يعني شايف، لا طبعا المستوى بيعلى. التحكيم يقلقك لانه بتدخل بقرارات قد تفاجئ بها، لكن ادائك في الملعب بيجبر اي حكم انه يبقى في تفوق صريح. منطق منطق قوه الاهلي كان في حاجه، انه بيجبر الحكم بلعبك واصرارك وتمسكك، حتى لو الحكم حاول التدخل في المباراه بشكل او باخر، الا انك انت من خلال اصرارك وتمسكك وحرصك على الفوز بيدفع الحكم الى عدم اتخاذ اي قرارات. يعني ايه؟ ممكن ما يحسبلكش ضربه جزاء، لكن ما يقدرش، ممكن ما يحسبلكش الثانيه، لكن ما يقدرش يحسبش الثالثه. هتقول لي طب ما اثنين ضاعوا انا اعمل ايه؟ اقول لك لا، اصرارك وهدفك انك انت تجيب الهدف يبقى شيء وضع مختلف. فالاهلي واخدها خطوه خطوه. طيب من شكل فالخطوه الأهل. الاساسيه نعم. هي وفاق الصيف. طيب فريق قوي جدا له كل الاحترام، ولابد ان يقابل مقابله في قمه الاحترام، وان يكون تركيز جمهور الاهلي على فريقه. بعض المحللين قالوا انه في الحسابات الخاصه بالمرحله اللي فاتت قبل الصعود لقبل النهائي، انه شايفين انه وفاق سطيف اقل بالحسابات والنتائج قبل ما يوصل طبعا سيمي فاينل، انه اقل وقت الوصول لدور الثمانيه او ربع النهائي، انه اقل في وجهه نظرهم مقارنه بحوريه كوناكري. تختلف معاه؟ لا، ده مواجهه صعبه جدا، مواجهه ليها اجواء بتاعتها، ليها طابع مختلف، ليها طابع وليها لا الجو بتاعها هيكون ظروفها، وقدام الاهلي ومحتاجين نفس هنا، لا وفريق عربي فبتبقى فيها حساسيتها. انا يعني انا كمتابع مش خايف من وفاق سطيف بقدر ما خايف انه الاهلي يحصل عنده دروب. يعني لو الاهلي حافظ على قوته وارتفعت المعنويات والتركيز في المباراه يعني تحسم المباراه من هنا خلاص انتهى الامر. لكن انت تخشى على الاهلي يوم المباراه يكون اداء ويحصل له اي ظرف، اي ده اللي يقلقك. يعني زي ما انت بتقول تخاف على نفسك ما تخافش على اللي هيقابلك. يعني انت ما دام عندك ثقه في نفسك تستطيع مجابهه اي حد. فالاهلي عليه انه يجهز نفسه لكل السيناريوهات في هذه المباراه.
وانه اي نتيجه غير الفوز بنتيجه مطمئنه سيكون هناك ضغط رهيب جدا على الفريق هناك. وده ما حدث في نهائي العام الماضي. يعني بعد سداسيه النجم الساحلي تيقنت انه الاهلي مش هياخد البطوله. ليه؟ زادت مساحه تخشى على اي فريق كبير عندما تنتابك نوع من الغرور. انه خلاص الناس اعتبرت انه بعد السداسيه إن البطوله انتهت. اتحسمت. وكان عرض يعني كمان فنيا كان عرض طبعا رائع. فنيا اكثر من رائع لكن بيحصل لك بعض الاحيان رد فعل مبالغ فيه. وده اللي لعب عليه فريق الوداد ومدربه. مش ذكاء من مدرب الوداد بقدر ما تراجع فريق الاهلي في اهدار الفرص. الاهلي اهدر 4 اهداف في اول ربع ساعه في مباراه الوداد. من احمد الشيخ وانا ممكن لو رجعنا والسيناريو لو كان الاهلي سجل هدف والتاني كان فرقه الوداد هتشيل 5-0 في الماتش ده. والوداد على ارضه فريق مختلف مطلقا. شرس ولديه جمهور قوي جدا. مستواه بيزيد كتير عن لما بيلعب خارج ملعب. فهو لعب على الميزه دي ولعب على ان الظروف ساعدته. لكن هو كان احسن من اللي انا طيب البطوله دي اصعب فنيا ولا مقارنه بالبطوله الماضيه مين فيهم افضل فنيا؟ مش بالنسبه للاهلي بتكلم في مستوى المنافسه حوالينا مستوى الفرق التانيه. لا هي نفس الظروف يعني ما اختلفتش ده يمكن يعني السنه اللي فاتت واجه مثلا الترجي واجه النجم انت السنه دي يعني ايه الامر انت لم تواجه سوى الترجي في الدور الاول وربما تواجهه ان شاء الله في النهائي. يعني ده برضه محتمل الفريق الهلالي. طيب هل الاهلي افضل فنيا وبدنيا هذا العام وخططيا ولا العام الماضي؟ العام الماضي كانت الظروف افضل من كده. كان شكل اداء الفريق كان واصل لمرحله كان عشان الفرقه اعلى يعني لسه ما وصلنالهاش. فرقه ما وصل يعني في ناس عندك مش ما هو هنتكلم عن الناس اللي مشيت وعلى الجو وعلى الجمهور كان مسموح بيه. السنه دي يعني برضه الظروف يعني كويسه انت بعد جهد جهيد قدرت تنقل مباراتك في طيب ترتيب الاولويات الاهلي دايما عنده البطوله المفضله لجماهيره ولاعضاء النادي وللمسؤولين في النادي هي بطوله الدوري والمشوار الافريقي حضرتك قلت انه اهميه قصوى في المرحله دي والفوز باللقب ان شاء الله وتاهل كاس العالم للانديه. هل ده هيؤثر على تركيز الفريق في البطوله العربيه ولا حضرتك شايف ان الاهلي قادر يعمل التوازن والنتائج بتاعته؟ بص حضرتك البطوله رقم 1 للاهلي السنه دي المفروض يعني من وجهه نظري بطوله افريقيا. بطولة افريقيا رقم 1 و2 و3 بعد كده ياتي الدوري. ثم الكاس كاس مصر. بتشوف البطولتين المحليه بقول لحضرتك بعد كده البطوله العربيه. ليه حطيت البطوله العربيه حتى بعد كاس مصر كمان مش بعد الدوري بس؟ لا البطوله العربيه مع كامل احترامي والجوائز بتاعتها انا اسميها بطوله وديه رغم انها بتاخد الشكل الرسمي ودايما المواجهات العربيه بيبقى فيها انواع مش قادرين نتخلص من ودي كره قدم. ما زلنا نتذكر ما حدث العام الماضي في نهائي الترجي وبطل الاردن المباراه النهائيه واللي حصل يعني الفيصلي عكس لك الوضع العام. لكن انت رقم 1 افريقي ده وجهتك لمونديال الانديه. الدوري ده وجهتك لبطوله افريقيا. الكاس ده وجهتك للكونفدراليه. البطوله العربيه دي وجهتك للفلوس 6 مليون دولار. لو البطوله العربيه ما كانتش مهمه بالنادي الاهلي كان النادي الاهلي امبارح في مباراه النجم كان لاعب بالصف الثاني. لكن هو لعب بالتشكيل الاساسي لكن هو لعب لكن انا لما اجي اعدد الاولاد بالنسبه لي انا كراجل متابع من وجهه نظري واداره النادي انا مش يعني الاداره وده هم اصحاب القرار يعني هم اللي بالنسبه للجمهور 1 و2 و3 افريقيا دلوقتي انت محتاج ترجع تحط لانه في غول بيطردك ومن حسن حظك انه خرج مازيمبي 5 بطولات ده عقدته الاهلي
رصيد الاهلي من البطولات. لا عقودته ده يعني هو عمل بطولات يعني مش عاوزين نتكلم فيها، لكن عقودته الاهلي ازاي ينهي عقده الاهلي وسيطرته على افريقيا. هو الراجل بتاعه شايف كده، عاوز يبقى زي الاهلي ازاي يعني النادي. فالاهلي مطالب، والاهلي لا يقل عن ريال مدريد. يعني شوف ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا بيخسر الدوري لكن رقم واحد في اوروبا، النهارده دخل في 11 دوري ابطال او 12. انت مطالب انك تسيع نازل انك انت ده رقم واحد. الدوري انت تستطيع لانك تمتلك النفس الطويل ولديك من الخبرات. الدوري شكل المنافسه في الموسم ده الدوري هيكون مختلف في ظل الاجواء اللي احنا شايفينها دي. سيظل الدوري مستمر في المنافسه فيه حتى شكل الاسابيع الاخيره. يا استاذ محمد يعني في ناس بتقول في فرق جهزت نفسها افضل من الموسم الماضي، يعني مثلا الناس بتقول الاسماعيلي ماشي كويس وكان بدا الدوري الموسم الماضي بشكل كويس ما استمرش بنفس القوه. في ناس بتقول طبعا الزمالك ضم مجموعه كبيره من اللاعبين سواء من مصر او من خارج مصر فانه افضل على المنافسه. الدوري ما بين الاهلي والزمالك فقط طبعا تستبعد ان المنافسه يدخل فيها كطرف ثالث نظرا للتمويل وانه قادر يمول بعناصر مميزه. الزمالك نادي بيراميدز برضه ناس اتكلمت عن قدراته. الزمالك والاهلي، الزمالك والاهلي فقط. بيراميدز عاوزين يعملوا حاله ان احنا بننافس الاهلي، وما بيقولوش ان احنا بننافس الزمالك حتى مع انه الزمالك هو المتصدر. هم اتكلموا عن منافسه يعني هو ما هو مين اللي فتح الباب في هنا انك انت حط الاهلي بالنسبه لك يعني ده التارجت بتاعك. زي فرقه مثلا فرق في الدوري اهم حاجه عندها انها تكسب الاهلي وتعطله، مش بقدر ان هي بقى لها هدف في الدوري. يعني هنا الموسم ده حسب كلامك استاذ محمود صبري الدوري اهلي وزمالك بس. انا شايف انه كمان الزمالك عنده فرقه قويه جدا على فكره، فرقه كوره فيها شغل معاه مدرب لو اتساب هيعمل شكل يعني هيعمل منافسه جامده جدا. وهتشوف هتشوف مواجهته مع الاهلي هيبقى شكلها ازاي. فانا عاوز اقول لك لما تيجي تعدي تشوف عناصر ده على الزمالك عنده خبرات وعنده لعيبه كوره وعنده بدايل وعنده دقه قويه جدا. وده يوضع المفروض ان اعتقد القائمين على الاهلي عارفين شايفين. الاسماعيلي خلاص اسماعيلي يعني ايه بحث اهم 7 لعيبه عنده. فبدات محتاج ايه؟ محتاج انك انت تطور فرقه زي الاسماعيلي كانت دايما بتبقى فرقه من الفرق اللي تواجدها بيدي شكل للمسابقه. لانه فرقه كوره على مدار على مدار التاريخ الاسماعيلي مدرسه مميزه. المصري حسام حسن عامل الحاله بس هو انشغاله بافريقيا يمكن مخليها في الدوري شويه. لكن عندك ايه بيناوش من بعيد ان الاسماعيلي او المصري بيناوش بيناوش المنافسه على الدوري هذا المصري. بعد اعتقد في يعني اذا وفق حسام حسن في قياده المصري للفوز ببطوله الكونفدراليه هيديله دفعه معنويه كبيره جدا انه يعود شرس يعود شرسا في الدوري. لكن في الباقي الانديه هيبقى صراحة كله على منطقة دافئة وعلى الهروب من ايه؟ من القاع او من الهبوط. طيب خلينا نبقى مع الرياضة قليلا بس نرجع للرياضة المرتبطة بالمشهد اللي قدامنا دلوقتي. اللايحة حضرتك شايف برضو تأثيرات لايحة النادي الاهلي الجديدة لايحة النظام الاساسي او اللايحة التنفيذية على الرياضيين والرياضة. دايما البطولات عنوان للنادي الاهلي ومرتبط ارتباط وثيق بنجاحات النادي الاهلي وتاريخه مش بس على مستوى كرة القدم. ايه الحاجات اللي لفتت نظر حضرتك وكل النقاد والمتخصصين اللي تابعوا اللايحة وتبادلتم الحديث عنها بشأن الرياضات المختلفة في النادي؟ وطبعا الاهلي عنده 14 لعبة وبرضه حجم الانفاق كبير جدا. فانت لما تيجي مثلا من 14 الى 19 لعبة وتجد نفسك مسؤول مثلا عن 20 عن 30 عن 40 ألف نشأ. ده بيدي الكلام عن العضويات الرياضية اللي هم اللاعبين المميزين اللي ممكن يجيبهم خارج النادي ويدخلوا، عن الاهتمام بأبناء الأعضاء. كثير من الأندية لا تعطي الأبناء الأعضاء حقوقهم، يعني زي الأندية اللي هي التنافسية. يعني قليل قوي في الأهلي مثلا تلاقي ابنه عضو لعيب كورة، قليل ابن عضو في النادي وقدر يوصل فرقه الكوره مثلا السم ده على مدار التاريخ مش بتاع. فانت مضطر انك تدي مساحه لعضو لابن العضو المميز، لكن ممكن تلقاهم موجودين في الالعاب الاخرى. على فكره اللائحه اتحطت فيها شغل اهتمام بالنشأ واهتمام بيديك طريق انك توصل للبطوله. فالفريق بحجم النادي الاهلي او نادي بحجم النادي الاهلي
وتبص على كميه الانفاق المادي اللي هو فيه. يعني انت ما في الكلام ده مش موجود في اي دوله بره. يعني بره ممكن يبقى لعبه، يعني مثلا برشلونه ممكن يكون عنده كوره وعنده باسكت مثلا او عنده هاندبول، فرقه طول معروفه برضه في اوروبا، ممكن يكون عنده لعبه تانية وخلاص كده. ما اعرفش بقى طبيعه الجامعه العموميه شكلها ايه، ما تعرفش بقى النادي الاجتماعي واللي احنا شايفينه. اعتقد ده بره مش موجود بالصوره اللي موجوده. شوف انت النهارده داخل في الفرع الرابع وعامل في اللائحه فرصه انك تنشا افرع ليك في المحافظات عشان تدعو العضو بتاعك اللي موجود وشعبيتك الموجوده في كل مكان. ازاي اللائحه طورت؟ ازاي الاهلي يتواجد بين جماهيره وشاركهم تفاعلاتهم؟ ده كله برضه من الحاجات اللي اعتقد اللائحه تواجدت فيها ولمستها عن قرب، وهي طبعا مودها كتير وشرحها يطول وتحتاج. فكون النهارده يتم الاعتماد بالموافقه، فده كده يؤكد على انه المجلس استطاع ان يقنع اعضائه بانه يسير على الطريق الصحيح. يعني هل تعتقد انه تاثيرات هذه اللائحه هتنعكس على نتائج واداء النادي، تنظيم الامور الخاصه بالانفاق واداره الرياضه بشكل رياضيا واداريا؟ وطالما انت استقرت اداريا وماديا ينعكس ذلك على الامر الفني. يعني انت ما وفرت الاجواء للعيب وللمدرب وكل العناصر منظومه، لا يصبح امامه سوء ان ينجز. فده امر من الامور اللي محتاجه فعلا يعني اللائحه قدمتها بشكل مميز، واعتقد هيكون فيها يعني فائده يعني في بعد الاعتماد وبدء بقى الشغل بقى التنفيذي بقى. اعتماد بقى ده دي بقى سميها انت دستور الاهلي، بعد كده هينبثق منها اللوائح بقى اللي هي تنظم بقى ايه، تفرد المواد وتشرح طريقه التعامل واحد واثنين وثلاثه واربعه. طيب استاذ محمود، هرجع بقى للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه في بدايه الحلقه. نتمنى طبعا انه التصويت ينتهي بالشكل طبعا المرضي، وان الارقام تكون بتعكس حجم الاهتمام وحجم المؤازره من اعضاء الجمعيه العموميه لمجلس الاداره ولكل خطوه مهمه بتتم في النادي الاهلي. طبعا كل الخطوات اللي فيها نجاح، سواء مشوارنا ومسيرتنا على مستوى كافه الرياضات في كره القدم، واللي اشار له كمان الاستاذ محمود صبري الخطوه المهمه بتوقيع التعاقد الخاص بارض الفرع الجديد في النادي، وكل هذه الخطوات والتفاف الاعضاء والجماهير دايما حول هذا النادي العريق ومسؤوليه وادارته والمسؤولين التنفيذيين واعضاء مجلس الاداره، لان ده طبعا جزء لا يتجزأ من نجاح النادي. هذا حاله التكامل الموجوده والتنسيق والتقارب الموجوده بين كل العناصر وبين كل الاطراف المرتبطه بالنادي ده. خلونا نرجع لفكره ان احنا بندور على الافضل. احنا قلنا قبل كده من 2011 صراحه قلنا للناس، او كان دايما في مطالبات، يا جماعه نرجو عدم خلط السياسه بالدين، نرجو عدم خلط السياسه بالمصالح الشخصيه، نرجو دايما قراءتنا للامور تكون موضوعيه. النهارده احنا بنكرر المطلب ده، بس بنقول نرجو عدم خلط السياسه بالرياضه، شوفوا كل امر في اطاره، انظروا للخلاف الرياضي على انه خلاف رياضي، ولا تخلطوا الاوراق علشان دايما نقدر نخرج من اي ازمه باقل خسائر، ونحاول نوصل للصوره الجميله اللي كلنا بنستهدف الوصول اليها. احنا اتكلمنا عن سلبيات كتير قوي مع حضرتك استاذ محمود في بدايه هذا الحوار. خلينا نختتم الجزء المتبقي من الحوار ببعض الامور الايجابيه اللي بنتمنى الوصول اليه. ازاي نرجع نعيد فكره الترابط والتنسيق بين ادارات الانديه وان علاقتهم ببعض في التعامل في الوسط الرياضي او الكروي، وعلاقه الانديه مع بعضها البعض ومع الاتحادات الرياضيه في مصر تبقى افضل؟ ازاي نبدا منين، ومين المسؤول عن تحريك الامور في هذا الاتجاه؟ معلش حتى لو الاسئله صعبه شويه، بس احنا بندور مع بعض على حل. والله بص عايز اقول لك على حاجه، يعني لو كل واحد ركز في شغله، يعني انت منشغل بعملك، عندما يعني تتدخل وتتحدث عن زميل اخر في مكان ما ليه؟ طب ما تخليك انت في يعني عايز اقول لك ايه، حاول انك تنظر لعيوبك. يعني البعض يرى انه بلا عيوب، لكن هو لازم يبقى في حاله من يعني ايه، حاله من ايه، احنا نعشق الان ثقافه الضجيج. ثقافه في حاله فوضويه في لا ثقافه الضجيج، يعني اعمل حاله من بتاع فانا اتناول محمد بصوره او باخرى. طب ما اتناول نفسي، اشوف عيوبي واصلحها، اشوف سلبياتي واعالجها، اشوف يعني ايجابياتي وابرزها، اسيب الناس تتكلم على ايجابياتي بصوره او باخرى. فلو كل واحد فينا لزم بيته وحاول يصلح الاخطاء اللي فيه ما كانش ده حاله. ف
فبتحدف انت على بيوت اللي جارك. ها طب بيوت اللي جارك مش هيردوا عليك. يعني حاجه تتمنى من كل مسؤول في اي لو حصل ان كل واحد في مصر ينشغل بأموره ينشغل بأموره هينصلح حالنا تدريجيا. لكن احنا دلوقتي داخلين في مرحله انه يعني عاوز اقول لك ايه، المصالح هي دي مش هي مشكله اللي احنا بنعاني منها دلوقتي. هل بالضروره ان المنافسه تبقى مصحوبه بالكراهيه اللي احنا شايفينها والعدائيه اللي احنا شايفينها في مصر؟ هندفع ثمنها يا استاذ محمد لو وصلت الامور الى كراهيه ومتمادي فيها ويبقى في عنصريه. ما احنا دفعنا الثمن وشفنا اللي حصل ايه. واللي حصل في بورسعيد ده كان نتيجته ايه؟ مش نتيجته شحن سلبي؟ ها؟ ومن اللي تسبب فيه؟ ما هو نفس الشخص. راجعوا هو وراجع مراسل وقتها كان بيعملوا ايه؟ راجعوا هو ما اتغيرش وكان شريك اساسي وفاعل وغسل ايده. انا بتكلم والله بشكل عام. انا بكلمك اهو بس عايز اقول لحضرتك حاجه. هي بص هي نفس الوجوه. هي نفس بتأدي نفس الدور وبتاخد كل حاجه. واحنا قاعدين بنتفرج عليهم وبنتابعهم محدش بيكلمهم. طيب هل ده مستحيل اللي احنا بنقوله ده؟ في ناس هتعتبر اللي بنقوله ده طب ده كلام حالم، ده كلام بعيد عن رومانسي في عالم تاني. لا 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 انت يعني احنا انت رومانسي كلام. لا انت رومانسي يعني بتحلم. الدول حوالينا هل المنافسه بينها دايما مصحوبه بتجاوزات وصوت مرتفع وسباب ويعني حاله عنيفه حتى في لغه الحوار، ولا ممكن الكيانات الرياضيه في اي دوله زي مصر تبقى بتتعاون مع بعض؟ طب ما ترصد حاجه طب ما ترصد حال جمهورنا لما بيتفرج على الدوريات الاوروبيه وشوفهم بيتفرجوا على مباريات ليفربول برشلونه وريال مدريد هم خارجين وترى مصمصه الشفاه. يا سلام ايه الادب ده؟ شوف حضرتك كاس العالم واحنا بنتفرج على كاس العالم تجد الكلام حاجه ها والفعل عندنا حاجه ثانيه. ايه دي مشكلتنا؟ زي الدين المعامله، الصلاه حاجه والمعامله في الشارع حاجه تانية، مع انه ده التطبيق النظري الصلاه والتطبيق العملي هي المعامله في الشارع. يعني لابد هذا انعكاس لذاك. انت ما عندكش ده، انت عندك قاعد بتتفرج وبتسمع وتمصمص شفايفك وتيجي تطلع بره المكان اللي انت بتتفرج فيه تشتم. وانت كنت لسه بتقول بتدينا حكمه جوه. اذا لم ينطبق العمل او ينطبق الفعل على الكلام، يعني ما تقوليش كلام وتعمل عكسه. الحاله اللي احنا يعني عايزينها بص لا يحبس القانون. لا القانون بص القانون غائب. طيب ليه في تقصير في ده؟ هل احنا النهارده الازمه ما انت ما عندكش حتى ما عندكش يا فندم ما عندكش حاجه. بص انت حتى الان ما عندكش شيء يضبط هذه الامور. انت سايق ويجرم هذه الممارسه ويجرم هذا ده في امور في منطقة. مع رغم ان الكلام ده موجود في القانون لكن انت عامل كده تفعيله. بص لا لا, لا انا بوصف لك اهو. انت حاط ايدك على وشك وبتاع وسايب الدنيا كده ماشيه حتى تحدث ايه؟ فتنه تحدث أو فتنه كارثة. او تحدث وقتها يبدا التحرك. طب ايه اللي صعب المهم؟ هل احنا ايه اللي صعب على الدوله القائمين فيها على امور الرياضه وضبطها اداريا وقانونيا؟ ما الذي يعوق او يمنع فكره وجود ضوابط ان اللي هيتكلم على حد ويتهمه باتهامات ما تبقاش جزافا، تبقى مصحوبه باسانيد وبراهين او يحاسب عليها؟ ايه يعني إيه امتى بقى نوصل لدرجه انه نحط النقط على الحروف، ان اللي هيتكلم يقول يقدم ما يدلل على كلامه، ما يبقاش الموضوع كده. انا اختلفت مع حضرتك فهاجم كما شئت. هو جمهور الكوره يا فندم هو جمهور الكوره اول مره يشتم؟ للاسف لا. خدنا قرار ضد الشتيمه قبل كده؟ انت اخذت قرار مثلا اخذت قرار ضد مثلا جمهور شتم لعيب او شتم مدرب او شتم مسؤول، خدت انت قرار وعاقبته؟ انا على ما اتذكر حضرتك كل حاجه عارف انت فين 20 20 تطبق على الانديه المصريه قبل كده. اسمع يا فندم اهم حاجه الاتحاد الكوره فين 20000 جنيه غرامه ماليه للجماهير. طب وبعدين؟ لكن تعالى بره بقى، تعالى بره عشان كل حاجه خاضعه للقانون.
وتعلم بقى، تعالى بره شوف ياخده في جنوب افريقيا، احنا شفناها بعينينا ما حدش قال لنا. تدخل الملعب تلقى فيه صور ناس متعلقه لوحات كده، ايه ده؟ يقول لك الناس دي خرجت عن النص، ممنوعه من تدخل 6 شهور الملعب جنوب افريقيا. دولة لها كل الاحترام، جنوب افريقيا بتدينا درس. حضرتك بتقول دول يعني مشابهه لينا، انت حضرتك تقدر تحدد لي، المفروض تقدر تحدد لي من خلال الكاميرات الموجوده في الملعب مين اللي اطلق السباب ده والشتايم، فتقدر حضرتك تجيبه. العقاب ليها يا فندم انك تمنعه من الملعب وتغرمه. هو ده الدرس، هي دي بدايه الخطوه. العقاب يا فندم يبقى عندك امن من الملعب داخل الملعب، كل مدرج، المدرج 500 مشجع، يبقى عندك 3 أمن على كل مدرج او 2. لا انت عاوز فعل، خلي بالك لما تيجي تحكي على المدرجات في اوروبا هتلقى النظام كده معمول بيه، ولما بعتنا ناس تتعلم في انجلترا ادونا درس في الجزئيه دي. طيب التعميم يا استاذ محمود، دايما احنا في انتظار طبعا، واحنا بنتناقش مع حضرتك في اي وقت هنعلن على يعني هنستمع من حضراتكم الى اعلان على الهواء مباشره للنتائج. احترام اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي العريق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدني ان اكون بينكم اليوم لمتابعه تنفيذ اجراءات الجمعيه العموميه الغير عاديه لاقرار لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي، وقد صار اليوم كافضل ما يكون من حيث التنظيم والانضباط وروح التعاون التي شملت الجميع بدءا من السادة مسؤولي وموظفي الشباب والرياضة، والسادة موظفي النادي، والسادة أعضاء الجمعية العمومية الذين شرفنا بوجودهم. والشكر موصول أيضا للسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين شملونا بحسن الضيافة والاستقبال هذا، وقد بلغ عدد الأعضاء الموقعين الحاضرين اليوم بكشوف الجمعية العمومية عدد 16,138 عضوا، وقد شرعنا بعد إغلاق باب التصويت وبدء إجراءات فرز بطاقات الاقتراع باستبعاد الباطل منها، فبلغ عدد الأصوات الباطلة 139، وأصبحت عدد الأصوات الصحيحة 15,999 صوت. وقد صوت لصالح إقرار اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 13,921 صوت بنسبة 87%، في حين صوت ضد اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية عدد 2078 صوت بنسبة 13%. وعليه فإن الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقرت اليوم لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. خالص التهنئة للسيد رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي وجماهيره في مصر والعالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. حقيقة يمكن في مشاعر كده الواحد مبيقدرش يوصفها، لكن في البداية في شكر لازم اتقدم بيه لبعض الناس الحقيقة اللي هم كانوا بالنسبة لنا النهاردة قيمة كبيرة جدا. وعايز ابتدي بالسادة القضاء، الحقيقة ان هم عملوا مجهود كبير جدا جدا النهاردة. وكمان عايز اشكر اللجنة الاولمبية، لان اللجنة الاولمبية الفترة اللي فاتت يعني اطلعت معانا على كل بنود اللائحة، بشكرهم جدا، ادونا من وقتهم كتير واحنا كنا حارسين على ده عشان يكون دايما اي حاجة النادي الاهلي بيعملها تكون شيء قانوني وضمن اللوائح والمساق الاولمبي. في كمان شكر انا يمكن اللي انا شايفه النهاردة هي احتفالية سببها الرئيس الحقيقة الإدارة التنفيذية بتاعت النادي الأهلي، من المدير التنفيذي لغاية أصغر عامل في النادي الأهلي، كل واحد كان ليه دور في المظاهرة اللي احنا شفناها النهاردة. واحنا يجب أن يكون النادي الأهلي باستمرار بهذا الشكل إن شاء الله. كمان مش هقدر إن أنا أنكر أبدا دور الأمن، لان الحقيقه الامن كان لهم دور كبير جدا النهارده في سهوله وخروج الناس، وده الحاجه اللي برضو اللي ساعدت كتير جدا في نجاح هذه الجمعيه. كمان عايز اذكر الحقيقه زمايلي في اعضاء مجلس الاداره كلهم، كل واحد فيهم الحقيقه النهارده قدم في خلال الفتره اللي فاتت قدم الواجب عليه، ان اذا كانت الاعضاء انتخبونا فانتخبونا لانهم كلهم عندهم ثقه فينا، ويجب ان احنا نكون اهل لهذه الثقه، ويجب ان كل واحد كلنا يشتغل الفتره القادمه كلها زي ما قلنا قبل كده قبل الانتخابات بروح الفانيلا الحمراء. هو ده النادي الاهلي. اللي بيسعدني كمان بقى في النتيجه دي وفي اقرار النظام الاساسي، وعايز اقول لحضراتكم من 99 سنه بالتحديد في سنة 1919 كانت أول جمعية عمومية للنادي الأهلي وتم إقرار لائحة النادي الأهلي فيها. يعني 1908 كانت لائحة كده بتتحط ضوابط اللوائح، لكن 1919 كانت أول لائحة وكان بالنسبة لنا شيء تاريخي. النهاردة هو يوم تاريخي بعد 99 سنة، حضراتكم وجميع أعضاء الجمعية العمومية كلهم شاركوا في هذا الحدث التاريخي. وهنا بقى يجي الدور او يجي الشكر الموصول الدائم بالنسبة للجمعية العمومية. اعضاء الجمعية العمومية احنا مش لاقيين كلام او عاجزين عن لاقي كلام نشكركم بيه، سواء اللي حضر او اللي ما حضرش، سواء اللي كان موافق او اللي كان له وجهة نظر اخرى. هو ده النادي الاهلي، هو ده يجب جميعا نشتغل بهذه الروح. ولكن كمان الشيء المهم ان انا النهارده شفته المظاهره بحقيقي، يعني زي اللي شفته في الانتخابات، مظاهره حب في النادي الاهلي مش في اشخاص. يا جماعه النهارده اللي احنا شفناه في جو حر جدا، شفناه من كبار السن، شفناه من الاطفال، من السيدات، من الرجال، الناس كلها بقلب وبحب وبانتماء جايه لناديها. هو ده النادي الاهلي، وهي دي عظمه النادي الاهلي، ولازم كلنا نكون فاهمين هذا الكلام. النهارده مثلا حضراتكم ما تعرفوش انه في شخص منكم واقف وسطيكم دلوقتي وهو جاي في اتوبيس داس على رجليه، راح وتعالج ورجع كمل، يعني رجع كمل ووقف وخدم. الحاجة اللي أنا عايز برضو ما تفوتنيش أشكرها حاجتين كمان، فعلا بشكر جدا أعضاء الجمعية العمومية اللي هم النهاردة أقروا لائحتهم، النهاردة أمنوا، خدوا بالكم من الكلام أنا بقوله ده كويس، أمنوا النادي الأهلي ودعموا النادي الأهلي وحموا النادي الأهلي. حضراتكم النهاردة بتحموا النادي الأهلي. الحاجة التانية
كمان في هي يعني جهه بتشتغل معانا كل انتخابات وكل جمعيات وهي الجهه الاداريه. الجهه الاداريه النهارده ليها دور كبير جدا جدا في نجاح اليوم ده. الجهه الاداريه النهارده عملت مجهود كبير جدا، يعني الحقيقه مدير الاداريه بالسيد الدكتور اشرف كان ليهم دور كبير جدا في نجاح المنظومه بتاعتنا النهارده. الحاجه اللي انا عايز اختم بيها وهو الشباب. الشباب الحقيقه يعني بقى لهم شهر لازم نفخر بده، لازم كلكم تفخروا بالكلام ده. شبابنا شباب النادي الاهلي بقى لهم اكتر من شهر شغالين، ولا واحد فيهم بيتقاضى جنيه ولا عايز منصب ولا عايز حاجه، هو بس بيحب وبينتمي، وعشان كده هو بيشتغل. يا جماعه الشغل اللي من وراه الحب والانتماء ده هو ده الشغل، هو ده. ملهمش هدف، ملهمش هدف، بس انا عايز يكون ليهم هدف، وعايز كل واحد فيهم يتطلع انه يكون في مناصب. النادي الاهلي محتاج نوعيه من الشباب ده، لازم النادي الاولاد دولت لازم يكون ليهم قيادات جايه ان شاء الله. في النهايه انا بكرر شكر للجميع، اخص بالشكر طبعا جمعيه يعني جميع اعضاء الجمعيه العموميه، وتاني بكرر شكر للساده القضاه الحقيقه اللي قاموا بدور كبير جدا معانا، وان شاء الله احنا بنبتدي بقى لمستقبل جديد باذن الله. اعضاء الجمعيه العموميه هي اللي كتبت المستقبل ده، وباذن الله نكون عند حسن الظن ونمشي بقى المستقبل ونروح جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتلاقيها عالحيطان تحكي عن الروح اللي هو سرها، ريحة بلد هتشمها هنا في المكان الأهلي فيها في حلوها وفي مرها. كل شارع في الوطن، كل حارة وكل حي، كل خطوة بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي الأهلي. مبهور في الهتاف قاعد سعاد فرقهم هزنا علشان خلاص عزت تلاقي، والاكيد ان احنا هنروح كلنا. وانت يا اهلي اللي بقى
النادي الاهلي. الحمد لله، الف مبروك، الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك لكل منتمي لاسره النادي الاهلي الكبيره اللي احنا كلنا بنفخر بالانتماء ليها. بشكر اعضاء الجمعيه العموميه، بشكر كل الحضور اللي جم النهارده، والعذر كل العذر اللي ما قدروش يجوا، بشكر اللي رفض اللائحه النهارده قبل اللي وافق، لان هو تعب وجه وابدا ملاحظاته. هنتابع الملاحظات دي وهنشوفها وهناخدها في الاعتبار، عشان لو في اي حاجه هم متضايقين منها او متخوفين منها، دورنا ان احنا نشيل التخوف ده ان شاء الله في الفتره الجايه. استاذ ابراهيم، اكيد حضرتك تعبتوا الفتره الاخيره، لكن زي ما قلت قبل كده ان في الاخر طلعتوا بشيء يشرف النادي الاهلي، ده اللي احنا شفناه النهارده من حضور عدد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه، وده بياكد كلام ان دايما ده حق النادي الاهلي علينا، فلا بد من ان احنا نوفي حق من حقوق النادي الاهلي علينا كلنا كاعضاء جمعيه عموميه. الحمد لله، التعب ده واجب علينا، ما هوش تعب ولا حاجه، ده واجب وده دورنا. الجمعيه العموميه حطت ثقتها فينا وحطت ثقتها في المجموعه دي، لانها كانت شايفه انها تقدر تقود وتدير النادي الاهلي في الفتره الجايه. لازم في الحاله دي ان احنا نبقى عند حسن ظنهم، ولازم لما نطلع حاجه تبقى حاجه على مستوى النادي الاهلي وتليق باسم وتاريخ النادي الاهلي، اسم وتاريخ الجمعيه العموميه، اسم وتاريخ جماهير النادي الاهلي. يا رب نكون عند حسن ظنهم. الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه النهارده ايدت الكلام ده وقالت ان هي راضيه عن المنتج اللي اتقدم لها. يا رب دايما نبقى عند حسن ظنهم. شكرا جزيلا، الف الف مبروك يا استاذ ابراهيم. الحمد لله، الحمد لله، اشكرك. عوده ليك زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي، واكيد مزيد من اللقاءات مع نجوم النادي الاهلي بعد ما تم اعتماد نظام اللائحه الاساسيه في مقر الاهلي بالجزيره. ياسين، وكانت دي تصريحات الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما استمعنا الى الاعلان رسميا عن النتائج، وجاءت الارقام كالتالي. سريعا بنفكر حضراتكم، الحضور 16138 عضو، الاصوات الباطله 139 صوت، الاصوات الصحيحه او التي اعتمدت ووافقت وقامت بالتصويت بنعم على لائحه النظام الاساسي 15999، لا ده اجمالي الاصوات الصحيحه طبعا مش الباطله. منهم من قاموا بالتصويت بنعم 13921، مره ثانيه الاصوات الصحيحه 15999، الأصوات التي قامت بالتصويت لصالح هذه اللائحة ووافقت عليها 13921 بنسبة 87% من الأصوات الصحيحة، ومن قالوا لا لهذه اللائحة 2078 صوت بنسبة 13% من الأصوات الصحيحة. مرة تانية 13921 موافقة 87% والرفض 13%، 2078 صوت، وأقرت الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسي. ووجه طبعا الكابتن محمود الخطيب كلمات الشكر إلى كل المشاركين في هذا الحدث المهم، طبعا أجهزة الأمن، القضاء، الجهة الإدارية، الجمعية العمومية، كل المشاركين في هذا الحدث المهم. وطبعا احنا بنختتم هذا الحوار بطبعا ان ده زي ما قال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، ان ده انطلاق لمرحلة جديدة بعد 99 سنة بعد اللائحة السابقة التي تم اعتمادها في عام 1919. بنختتم حوارنا هذا الجزء الأخير من الحوار أو الدقائق القليلة المتبقية مع الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الأهرام الأستاذ محمود صبري. أستاذ محمود، تحب تقول إيه عن إعلان النتائج رسميا وزي ما تعقب على كلمة أعضاء النادي الأهلي؟ دفعوا عن ناديهم بالحضور بالصورة اللي احنا شفناها. كانت الناس متوقعة ان الحضور يتخطى يعني 20,000، لكن يكفي الذين حضروا وهم شعروا بأهمية تواجدهم في النادي الأهلي، ومن لم يحضروا لهم كل الاحترام. بقول مجلس إدارة، أنت أنجزت مهمتك، عليك أنك أنت بقى تبدأ بقى الخطوات الفعلية. وكما تم توجيه الشكر لكل القائمين، أنا عن نفسي كنت أتمنى توجيه الشكر للمنظومة الإعلامية في الأهلي، لأنها عملت جهد كبير جدا، والمنظومة الإعلامية بتلعب دور مهم جدا في توصيل رسالة النادي الأهلي في كل مكان. بتمنى يعني أعضاء الجمعية العمومية يعني إن هم يتابعوا
وشوفوا الاستفاده بقى ان شاء الله تكون بالشكل الامثل يعني استفاده قصوى من اللاعب وشوف حجم الشغل اللي هيفعلها في كل الاتجاهات ودي خطوه مهمه للنادي الاهلي قدروا يساندوا ناديهم قدروا يدافعوا عنه قدروا يوصلوا رساله معينه انه الاهلي بالنسبه لنا مش مجرد يعني فريق كوره لا النادي الاهلي ده مجرد كيان مجرد حاجه كبيره جدا بالتوفيق لمجلس اداره الاهلي وبقول له المهمه صعبه جدا عليك محتاج مزيد من الجهد محتاج مزيد من العمل داخل النادي محتاج انجاز كل المهمات الخاصه بالانشاءات والتجديد محتاج كمان تصير خطوه مهمه جدا في اشهار الفرق الرابع ايضا مساله انشاء ملعب واستاد الاهلي الكبير ده لابد يكون على راس الاولويات اتمنى لهم التوفيق واتمنى لكل من يدير الاهلي الان ومستقبلا ان يكون على قدر حجم هذا الكيان الكبير اللي يستحق كثير من العمل وكثير من الاخلاص وكثير من الحب. انا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده على شاشه قناه الاهلي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري شكرا جزيلا لك استاذ محمود. شكرا. مشاهدينا احنا بالفعل كنا تطرقنا لموضوعات كثيره جدا في ختام هذا الحوار جدير بذكر انه امنيات حقيقيه لكل محب لهذا البلد ولكل الامور المتعلقه بصوره مصر على مستوى الحياه داخل مصر وعلى مستوى النظره الى المجتمع المصري من الخارج من اي مكان سواء في العالم العربي او اي مكان في العالم احنا بنتمنى صوره افضل للتعاون بين المؤسسات والهيئات الرياضيه شفنا الكابتن محمود الخطيب اكبر قياده في النادي الاهلي رئيس مجلس اداره بيوجه الشكر لكافه الهيئات اللجنه الاولمبيه وزير الشباب والرياضه كل المسؤولين من قضاه من رجال امن ورجال شرطه قاموا بتامين هذا الحدث أعضاء الجمعية العمومية الشباب المتطوع المحب للنادي الأهلي نتمنى أنه تسود في الفترة الجاية روح أفضل بين كل الكيانات الرياضية وكل المرتبطين بمجال كرة القدم والرياضة في مصر الاتحادات الرياضية التنسيق حتى والعلاقات بين قيادات الأندية ونتمنى أن نقرأ الأمور قراءة موضوعية ولا نحمل الأمور ما لا تحتمله كل مشكلة نشوفها بحجمها الحقيقي كما هي بلاش ان احنا نحاول دايما نعمم او نحمل الامور ما لا تحتمل اكيد كل الانديه محل احترام وتقدير من المسؤولين في النادي الاهلي لكن كمان بنتمنى ان تسود هذه الروح اللي فيها محبه واحترام وتقدير وادراك حقيقي لحجم وقيمه وتاريخ وانجازات النادي الاهلي ان شاء الله اي مشكلات في الوسط الرياضي تنتهي سريعا بالشكل اللي يحافظ على الصالح العام للرياضه المصريه ولكره القدم المصريه ولحقوق وواجبات كل الأطراف المعنية بالرياضة وبكرة القدم في مصر بشكر حضراتكم على المتابعة نهاية هذه الفترة من فترات التغطية تغطية مستمرة ابقوا معنا بعد قليل هتلتقوا مع زميلي العزيز محمد سعيد شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء الفترة دي جامد في موضوع اللائحة في موضوع ان احنا نرسم مستقبل النادي بشكل يليق بالنادي الاهلي يليق بمكانة النادي الاهلي ومش احنا بنتكلم احنا كمجلس لا احنا كنادي اهلي كله شارك في الموضوع ده اعضاء الجمعيه العموميه كلهم شاركوا اطياف مجتمع بمختلف الفئات شاركوا والحمد لله في النهايه ده صب في مصلحه النادي الاهلي وكفايه يعني القوه اللي الناس جت بيها النهارده ونزلت بيها في يوم صعب وجو حر وبنشكرهم جدا جدا وهو ده اللي احنا بنعهده دايما في جمعيه العموميه النادي الاهلي فرحه خليك معايا فرحه 4x4 الحمد لله فرحه كبيره وبجد تأكيد لقوة النادي الأهلي بأولاده محدش كان عنده شك الحمد لله احنا واثقين في جمعية العمومية واثقين في الجمهور فما كانش فيه شك فبنشتغل وما بنلتفتش لأي حاجة وواثقين الحمد لله في جمعية العمومية واعتقد النهارده الحمد لله كان الرسالة واضحة كل في ظهر النادي الأهلي التلاحم والتسابق والصراع من أجل انك تحط بصمتك النهارده واضح على كل عيون النادي طبعا الحمد لله كل اديك شايف الروح الجميلة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والجمعية الحمد لله يوم تاريخ يوم تاريخ لسه مكمل معاك يا شنوده ركز معايا استاذ محمد انا مبسوط ربنا يخليك الحمد لله كلنا مبسوطين ويعني يعني اديك شايف الشباب اهو عاملين ازاي وحاجه يعني خالقين حاله جميله جدا في النادي ده ما كانش يمكن متواجد بقوه قبل كده بس الحمد لله هم دلوقتي متواجدين وليهم دور وبيشتغلوا بدون زي ما كابتن عبد الله مقابل بدون اي حاجه حبا في النادي الاهلي بيتعبوا وبيشتغلوا من قلبهم وهو ده ان شاء الله المستقبل بتاع النادي قناه الاهلي النهارده كانت بتعكس كل الصوره لحظه بلحظه قناه الاهلي النهارده بصراحه عملت يعني بنحب نشكرها بصراحه انا عايز اشكر القناه لانه احنا شغالين مش النهارده بس ده شغال على الموضوع من اكتر من شهر شغاله بشكل مكثف بتوعيه لكل الناس ايه هي اللائحه عباره عن ايه برامج اتعملت مستوى عالي حاله بتتغطى الاعضاء بيشاركوا ازاي المقترحات بتيجي ازاي النهارده كان يوم مكثف انتوا بصراحه مشكورين كلكم يعني انا بشكركم جدا على تعبكم وعلى مجهودكم ويعني هو ده اللي بيليق بالنادي الاهلي كلمه اخيره ان شاء الله هقول ان احنا دايما نكون عند ثقه الجمعيه العموميه وعند ثقه جماهير الاهلي وان شاء الله عمرنا ما نخذلهم ابدا اشكرك كلمه اخيره
اخر كلمه هتقولها النهارده لشاشه النادي الاهلي والجماهير والمتابعين والجمعيه العموميه والناس اللي جت وزحفت منذ صباح البدر؟ خليكم في ظهر النادي الاهلي واللي جاي احسن ان شاء الله. اشكرك حبيبي. اشكرك اكيد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في سعاده كبيره، واحنا تيم ورك فريق قناه النادي الاهلي كلهم في سعاده كبيره. يمكن استاذ محمد الجندي لحظه فارقه في تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي النهارده بيضع دستوره بيد اولاده، اكيد شيء مختلف شايفينه على شاشه عريضه وكبيره شاشه النادي الاهلي. لك الكلمه زميل عزيز محمد الجندي ولك بكل جديد. أصواتهم أكيد طبعا ما فيش صوت يعلو فوق صوت احتفالات أعضاء الجمعية العمومية. قبل ما كابتن حشيش يكون نجم من نجوم الأهلي، هو عضو من أعضاء الجمعية العمومية اللي شارك وأدلى بصوته في نظام لائحة النظام الأساسي في النادي الأهلي. كابتن حشيش ألف ألف مبروك طبعا، وأكيد يعني رأي حضرتك مهم جدا، وشفت النظام النهاردة إزاي حضرتك عضو جمعية عمومية أدلت بصوتك، كان فيه يسر وسهولة. عايز أعرف بقى من حضرتك كل من أول ما دخلت من باب النادي لحد ما دخلت ولحد ما تم إعلان النتيجة. الاول طبعا مبروك عليك، مبروك على الاهلاويه، جمعيه الاهلاويه جوه النادي الاهلي في مصر وخارج مصر. احتفاليه النهارده كبيره جدا طبعاً. جدا وملحمه سطرتها الجمعيه العموميه. اول مره في تاريخ النادي الاهلي الجمعيه العموميه هي اللي تقرر مصيرها ومصير النادي. جم برغم الحر النهارده، حاجه غريبه، حر كبير طبعاً. جدا جدا، انما كان في نظام ممتاز. يعني انا اول ما جيت انا ركنت عربيتي في جراج التحرير، لقيت ناس مستقبلاني، وبعدين طلعت لقيت اكتر من اتوبيس مستني الاعضاء، ركبنا وصلنا لغايه النادي الاهلي بسهوله. بشكر رجال المرور حتى مفضيين الحته اللي حوالين النادي الاهلي عشان سهوله انك توصل للنادي. دخلت النادي انا ما خدتش اكتر فعلا من 3-4 دقائق عشان ادخل اللجنه بتاعتي، ناس عرفتني باللجنه بتاعتي، اديت طبعا رايي. حاجه جميله جدا جدا، انا واقف طبعا من يمكن بعد الصلاه على طول لغايه النهارده مش قادر اروح برغم التعب ورغم ان انا تعبان، انما عشان افرح مع حبايبي واصحابي، لان انا طبعا يعني عضو قديم جدا في النادي. مش عايز اقول لك السنين عشان سنين كتيره قوي طبعا، يعني من وانا عندي 6 سنين وانا عضو في النادي الاهلي من بدايه السبعينات، داخلين على 50 سنه. حبي الكامل طبعا للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره اللي وعدوا واوفوا جهد كبير منهم خلال شهر واكثر من شهر، شهور كتيره لدراسه اللائحه، الاستعانه باكبر رجال في النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي والشخصيات العامه، استقبلوا اقتراحات الاعضاء في جميع الفروع، 3 فروع، عشان يوصلوا باللائحه ممتازه للنادي الاهلي، بتحدد مصير النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وبتضمن حقوق أعضاء النادي الأهلي وبتحافظ على استثمارات النادي الأهلي في الفترة الجديدة وحقوق أعضائه. حاجة جميلة جدا جدا لما تبقى المشاركة بالكم الكبير النهاردة ده والاحتفالية الكبيرة والناس جاية بحب فعلا يا عمر، الناس تحس إنها جاية بحب، حب لكيان النادي الأهلي والفانيلا الحمراء، وطبعا بعديهم حب كبير طبعا لكابتن طبعاً. محمود الخطيب اللي هو رمز من رموز النادي الاهلي صح. مبروك طبعا للنادي الاهلي ومبروك لكل ما ينتمي للقلعه الحمراء، وان شاء الله باذن الله دي تبقى بدايه عهد جديد للنادي الاهلي في تالق، وزي ما طلعنا نادي القرن ده طبعاً. ان شاء الله، بس احنا مش هنبقى موجودين بقى، يبقى نادي القرن اللي احنا فيه باذن الله. شكرا. لسه مكملين معاكم واحد من نجوم مجلس الاداره، وواحد يعني بصراحه دينامو، راجل كان شغال ليل نهار ويعني تربطني بيه علاقه جيده، فعشان كده عارف ان هو كان شغال بايديه وبسنانه. وزي ما احنا عارفين ان دايما ربنا ما بيضيعش مجهود اي حد، يعني الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. انا قلت ان حضرتك تعبت جدا، يعني ما كنتش بتنام على يعني اللائحه والبنود وتغيير البنود والمناقشه مع الاعضاء، فبالتالي في الاخر ربنا عمره ما هيضيع مجهود حضرتك، وبالتالي كان في عدد من اعضاء الجمعيه العموميه وتم اعتماد اللائحه. فالف الف الف مبروك. اولا اي مجهود بيبذل للنادي الاهلي ده حاجه بتشرفنا طبعاً. والنادي الاهلي هو اللي بيدينا، فيعني هو ده النادي الاهلي اللي بقيمته بعطائه باللي اضاف لسمينا كلنا هو النادي الاهلي. الحاجه الثانيه طبعا يوم جميل من ايام النادي الاهلي،
زي ما كان كابتن خطيب بيقول على دي تاني جمعيه عموميه تقر لائحه للنادي الاهلي من 99 سنه بالظبط. خلال المشوار ده كله كانت لها لوائح اخرى من خلال الجهات الاداريه. يذكر للقوانين للقانون الرياضي الجديد ان هو خلى فيه عظم دور الجمعيات العموميه من خلال ان الجمعيه العموميه تضع لائحتها. النهارده الحمد لله وفاصل للنادي الاهلي، لان اي نتيجه مغايره للنتيجه اللي كانت حصلت كان هيستمر تطبيق اللائحه الاسترشاديه عن النادي الاهلي اللي هي لا تلائم لا اوضاع النادي الاهلي ولا اوضاع اعضائه، ولا هو ده اللي يلائم المستقبل ولا الانطلاقه اللي احنا عايزينها للنادي الاهلي. يوم اكثر من حافل، يوم جميل بتنظيمه بجماله. الخيمه طول النهار الحمد لله في عدد كبير جدا، وفي نفس الوقت في تنظيم مدي مساحه كبيره من الحريه لاعضاء الجمعيه العموميه هم بيتحركوا. اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كعهدنا بيهم، هم لهم كل على طول اول ما النادي بيكون في طلب ليه او بيناديه النادي الاهلي على طول بيكونوا موجودين. حتى لو في اختلاف يا استاذ طارق دايما اعضاء الجمعيه العموميه يكونوا دايما متكاتفين وفي ظهر النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما الحمد لله بيبقى خلافه غيره، انما عمر ما كان في ابناء النادي الاهلي فيهم. بالعكس النهارده شفت اجواء كتيره من سواء من ناس دايما مؤيدين للمجلس او في بعض ابناء الاهلي واعضائه لهم الحق في بعض انتقاداتهم، كله كان موجود بيجمعنا مظله النادي الاهلي. بالعدد اللي جه ده بيلقي علينا كمجلس اداره كمان مسؤوليه اكبر، يعني مش عايز اقول ده بمثابه اكيد ثقه او تجديد ثقه في المجلس. فقدامنا انطلاقه ان شاء الله وشغل وكم من العمل الجاد اللي هنبدا نعمله. يعني خلال الفترة اللي فاتت المفروض كابتن خطيب موزع المجلس فيه كل واحد فينا اختار مجموعة من المشاريع اللي الكابتن عرضها. مشروعات كتيرة قوي تهم النادي الأهلي في الحاضر بتاعه وفي مستقبله، تنطلق نحو للنادي نحو أفاق كتيرة جدا. النادي الأهلي يمثله أعضائه وجمهوره، اللائحة اللي اتحطت الحمد لله وتم الموافقة عليها في رابطة المشجعين اللي هي تضمن الضوابط للنادي الأهلي أن يكون دايما مشجعينه زي المفروض دايما يكونوا. جماهير النادي الأهلي أنها دايما تكون ملتزمة، فاحنا اللي برضه اللائحه كانت مهمه في الحته دي. احنا حاطين رابط المشجعين بند ليه بتفاصيلها بحيث دايما يكون ليها الضوابط من خلال النادي، بحيث طالعه من بطاقه النادي الاهلي بقيم وتقاليد النادي الاهلي. في النهايه بقول ان ما زال النادي الاهلي عطاء، ما زال النادي الاهلي الحمد لله يضرب المثل بريادته زي ما هو كان مؤسس للحركه الرياضيه في مصر. النهارده برضو بيدي مثل في مشروع تم بخريطه طريق اكثر من رائعه، يعني على مستوى المفكرين في مصر قعدوا يعني الحمد لله في كم من الاشاده والمدح بالطريقه اللي حصل بيها طرح مشروع اللائحه. وصلنا ان الاعضاء الجمعيه العموميه هم اللي حطوا لائحتهم، هم جايين يصوتوا على الكلام اللي حطوه واللي حطوه بند بند، يعني التصويت النهارده كان على كل اللائحه يا نعم او لا، انما طول الفتره اللي فاتت كلهم صوتوا على بند بند. صح. اتغير اكتر من 53 بند في اللائحه بناء على راي الاعضاء الجمعيه العموميه. بنكرر تاني وتالت لم يكن يحكمنا غير رغبه اعضاء الجمعيه العموميه والنادي الاهلي ان يكون الحاجه اللي بتتعدل لصالحهم ولصالح النادي وانها تكون متوافقه مع القوانين ومع الميثاق الاولمبي والاحكام الدوليه. 87% بسم الله ما شاء الله، اكيد 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 نسبه بتبين كلام حضرتك ده ان اعضاء الجمعيه العموميه جايين يصوتوا على الكلام اللي هم تناقشوا فيه. كلمه بقى من حضرتك للاعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي، تقول لهم ايه في الاخر بعد بسم الله ما شاء الله اعتماد اللائحه باكتساح؟ هو بس مش تناقشوا فيه، ده هو في حاله من الحراك كانت شغاله لغايه، انت كنت امبارح بالليل في النادي شفت الحراك اللي كان شغال برضو الحمد لله، ان بعض الايه حاجات كانت عايزه توضيح من اعضاء النادي وقعدنا معاهم وقعدنا معاهم ووضحت، وكان الحمد لله في تجاوب ان هم يعني فاهمين كويس جدا ان هم اللي حطوا البنود دي وان البنود دي تهمهم وتهم مستقبل النادي. حضرتك كنت بتسال على، لا انا عايز كلمه من حضرتك اخيره لاعضاء الجمعيه العموميه كده بعد الفوز الكاسح او بعد نسبه التصويت اللي تمت ان الحمد لله بنجاح 87% كده بقى من حضرتك لاعضاء الجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا واقفين في وسطنا وكم من الحفاوه الغير طبيعيه، ويعني احنا المفروض احنا نشكرهم على ان هم تعبوا نفسهم وجوم. هم النهارده هم اللي بيشكرونا، النهارده عمالين يشكرونا على ان التعب اللي حصل في اللائحه وي وي وي. فتحس ان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هو نفس جينات النادي الاهلي. صح. كل واحد فيهم حاسس ان هو حتى لو اتشكر ده ما ينفعش، لان النادي الاهلي اعلى مننا كلنا وان كلنا
ورا اسم النادي الاهلي، وان شاء الله سيظل اسم النادي الاهلي هو النادي الاهلي بريادته بتقاليده بلايحته الجميله اللي فيها كل ابداعات الحمد لله طالعه من اعضاء جمعيه عموميه فيها مثل لكل حاجه، يعني لايحه جامعه كل حاجه، وبرده لايحه فيها اليات تعديلها. يعني قلنا قبل كده ان ممكن مع مجريات الامور قانون يتعدل فيه حاجه، لا في بنود اللي هي تمكننا من تعديل اللايحه في اي وقت من خلال برده الجمعيه العموميه. استاذ طارق بشار شكرا جزيلا والف الف مبروك. مبروك لكل الاهلاويه على اليوم الجميل ده. ربنا يخلي حضرتك. لسه مكملين معاكم باقي اللقاءات اكيد مع يعني يوم عرس كبير جدا لاعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي، ويعني اعتمادا لائحه النظام الاساسي، ولسه موجودين معاكم على قناه الاهلي ومزيد من اللقاءات. بسم الله الرحمن الرحيم.